بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. الحقيقة عايز أتكلم مع حضراتكم النهاردة في موضوع مهم جدا. العنوان الرئيسي لهذا الموضوع هو عظمة النادي الأهلي والعالمية اللي فيها النادي الأهلي وفرق النادي الأهلي في العديد من الألعاب وفي كل الألعاب الحقيقة، أو في معظم الألعاب الجماعية. أوضح لحضراتكم أن أنا ليه بقول هذا الكلام. بكرة إن شاء الله فريق كرة السلة هيبدأ أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية اللي هتستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري. رجال جوستي بوش المدير الفني لفريق السلة عندهم مواجهة قوية جدا بكرة الساعة 7 بتوقيت سنغافورة، ده الساعة 2 بتوقيت 2 ظهرا بتوقيت القاهرة. النادي الأهلي هيلاعب فريق أحد الإجنايت الأمريكي النهاردة. كان ممكن جدا أو النهاردة أقيمت جلسة تصوير في شوارع سنغافورة بمشاركة كباتن الفرق الستة المشاركة في هذه البطولة، وهي الأهلي وإجنايت الأمريكي والمنام البحريني وبون الألماني وجولدن بولز الصيني وفرانكا البرازيلي. بعثة النادي الأهلي في سنغافورة تضم كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، وأوجستي بوش مديرا فنيا، وطبعا بقية اللاعبين. ده هياخدني عشان أدخل في عمق الموضوع مباشرة. ليه الأهلي دايما بيدعونا للفخر؟ الأهلي دايما هذه الكلمة بالنسبة لنا هي كلمة رائعة، والفخر ده مش كلمة وخلاص، ولكن هي كلمة بالأدلة والبراهين والتاريخ لا يكذب، وكل شيء مثبت بما لا يدع مجال للشك. الأهلي يا سادة هو الفريق الوحيد في هذا الموسم اللي عنده 3 فرق بتشارك في كأس العالم للأندية، سواء كرة السلة، كرة القدم في السعودية إن شاء الله، كرة السلة في سنغافورة زي ما حضراتكم عارفين وزي ما سمعتوا هتبدأ بكرة، وكرة القدم في السعودية، أيضا كرة اليد في السعودية. كمان النادي الأهلي هو الفريق الوحيد في العالم لكل الفرق الجماعية اللي عنده شاركت في كأس العالم للأندية، لأن كرة الطائرة كمان شاركت في كأس العالم للأندية 3 مرات، آخرهم كان في 2015 البطولة اللي أقيمت في البرازيل لو تتذكروا. وبكده يكون النادي الأهلي النادي الوحيد على مستوى العالم اللي 4 فرق جماعية شاركت في كأس العالم للأندية. عشان كده بقول لحضراتكم عنواننا النهاردة النادي الأهلي المصري بصبغة عالمية وظاهرة يستحق الوقوف أمامها، وإنجازات النادي الأهلي تستحق الدراسة لكل ما فيها من نجاحات وأرقام قياسية. النادي الأهلي دايما متواجد مع الكبار ودايما في منطقة أخرى مع الأندية العالمية. كل الأندية العالمية والأندية الأوروبية بتتكلم أو يعني عارفين أن النادي الأهلي يعتبر من الأندية الكبيرة في مصر، ولسه عندنا هنا يعني ناس بتقلل من قيمة النادي الأهلي وتستخف بعقول المشاهدين لأهواء ومصالح شخصية. زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي الساعة تقريبا هنا 10:05 في سنغافورة، أعتقد الساعة 5 الفجر أو 4 الفجر زي ما قالوا لي، 5 الفجر زي ما بيقولوا لي. وبالتالي يعني حاولنا أو هنحاول نجيب أي حد من البعثة، ولكن للأسف الشديد كل البعثة نايمة الحقيقة، فبكرة الصبح إن شاء الله تطمنوا عليهم في برامج قناة النادي الأهلي طوال النهار غدا إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق للاعبتنا في كرة السلة، كل التوفيق لأوجستي بوش في هذه المباريات. الحقيقة أنا متأكد إن شاء الله إن كل هذه المباريات ستكون إن شاء الله إن شاء الله تعود باستفادة كبيرة جدا جدا لكرة السلة المصرية والنادي الأهلي. من كرة السلة نروح لكرة القدم. هي امبارح أيضا مباراة ممتعة ورائعة للنادي الأهلي أمام النادي المصري، حقق النادي الأهلي من خلالها الفوز برباعية. ولكن أغلقنا ملف هذه المباراة سريعا عشان عندنا تحديات كثيرة. زي ما قلت لحضراتكم أن النادي الأهلي بنفرح وبنتبسط يوم المباراة، احنا كسبنا 3 أو 4، ولكن
الموسم ده هيكون فيه تحديات كثيره جدا. الله يكون في عون اللاعبين وجهازهم الفني، كل يوم بطوله وشكل جديد، وكل يوم رحله بحث عن الفوز في بطوله جديده والانتصار في عدد كبير من البطولات ان شاء الله خلال الفتره القادمه. هو ده النادي الاهلي الحقيقه، دايما بيلعب عن الفوز على الفوز، ولا بديل عن الفوز في موسم مليء بالتحديات. الاهلي عنده مباراتين مهمين امام سان جورج الاثيوبي يوم الحد المقبل ويوم الجمعه، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين تم تاجيل مباراه سيراميكا اللي كان من المقرر ليها يوم الاربع، ولكن تم تاجيلها بسبب لعب النادي الاهلي لمباراه سان جورج في البطوله في دوري ابطال افريقيا. بعد كده النادي الاهلي عنده تحديات محلية كبيرة جدا ومهمة جدا قبل المشاركة في بطولة السوبر ليج الإفريقي اللي هتفتتح مبارياتها بمواجهة النادي الأهلي، هيفتتح مبارياته بمواجهة سيمبا التنزاني 20 أكتوبر إن شاء الله خلال الفترة القادمة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 من شهر أكتوبر القادم. دي مباراة سيمبا التنزاني زي ما حضراتكم عارفين، من نطلع من حتة نروح لحتة، من بطولة نروح لبطولة، من الدوري للكاس للبطولة الأفريقية، بعد البطولة الأفريقية هترجع للدوري مرة أخرى، ثم تعود لبطولة الدوري الممتاز الإفريقي وهكذا. هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي ده في الكورة، في السلة زي ما انتم شايفين كاس عالم، وبعدين ترجع من كاس عالم تروح بطولة عربية، وبعد البطولة العربية ترجع تلعب في الدوري. في كل الفرق النادي الأهلي إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذا الموسم، ويكون موسم استثنائي كعادة كل مواسم النادي الأهلي. المصري أولى المباريات، أو خلينا نبدأ بمباراة يوم الاثنين اللي هي كانت افتتاحية الدوري العام المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي، كانت يوم الاثنين 18 سبتمبر، وانتهت بفوز نادي طلائع الجيش على البنك الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، يسري وحيد وعبد الرحمن أسامة. أما في تاني الأيام زد اف سي بيفوز على النادي الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، هدف مصطفى سعد ميسي. ثم النادي الأهلي بيفوز على المصري البورسعيدي برباعية رضا سليم وبيرسي تاو هدفين، ثم كريم فؤاد في الدقيقة 88. أما مباريات الأربع اليوم كانت الداخلية وإمبي، وفوز الداخلية على إمبي بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 36، هدف رائع الحقيقة من عبد العزيز السيد. ثم الثاني المباريات، المقاولون العرب بيهزم من بلدية المحلة بهدفين مقابل لا شيء، هدفين لبلدية المحلة مقابل لا شيء لفريق المقاولين العرب. أما سموحة والجونة وتعادل ما بين الفريقين 1-1، أحمد بالحاج من ضرب الجزاء وفادي فريد لسموحة في الدقائق الأخيرة. الحقيقة أحمد بالحاج بيعود للجونة بالتعادل. طيب مباريات غدا الخميس إن شاء الله، فاركو وفيوتشر هيلعبوا الساعة 4، الاتحاد وسيراميكا هيلعبوا الساعة 7، وبيراميدز والزمالك هيلعبوا الساعة 7. طبعا مباراة بيراميدز والزمالك مباراة قوية جدا في بداية الدوري الممتاز. نروح لجدول الدوري، يعني طبعا جدول الدوري دلوقتي بيبقى صعب شوية لأنه كل يوم بيتحرك أو كل يوم بتتغير. الأهلي، طلائع الجيش، بلدية المحلة، كل الأندية اللي فازت فهي الأهلي، طلائع الجيش، بلدية المحلة، وزد، والداخلية 3 نقاط، الجونة وسموحة كل فريق هدف، كل فريق نقطة، ثم بيراميدز لسه ما لعبش، الزمالك لسه ما لعبش، سيراميكا لسه ما لعبش، فاركو لسه ما لعبش، فيوتشر لسه ما لعبش، الاتحاد لسه ما لعبش، الإسماعيلي هزم وإمبي هزم، والبنك الأهلي هزم في أولى المباريات. ده كان مباريات، والمقاولين طبعا اتغلب والمصري اتغلب. طيب دي كانت او جدول الدوري بشكل سريع جدا. خلونا نبدا فقرتنا الاولى، فقره حائط صد. الحقيقه امبارح كان في حاله من الهدوء او من الهدوء النسبي في التصريحات الغريبه اللي بنسمعها خلال الفتره الاخيره، يمكن لانه الاهلي كسبان وبنتيجه كبيره وباداء رائع، ولكن لا يزال احد الضيوف في البرامج، برامج اياها يعني، اللي دائما ما تحاول اثاره الجدل،
عايز تطلق عليه محلل فني او خبير، انا مش هطلق عليه كده، ولكن اي حد عايز يقول كده اوكي، لانه ما فيش اماره على هذا الكلام، لكن ممكن نقول انه لاعب كره قدم سابق او باحث عن الترند زي ما حضرتك عايز تقول قول. وهو بيتكلم عن مباراه الاهلي والمصري، وبالمناسبه انا هنا لا احجر على راي حد، لكن طالما قال رايه في التلفزيون فمن حق اي حد ومن اي برنامج انه يتناول هذا الراي بالرد والتحليل. هو يعني اللي بيتكلم بيقول ان الاهلي كسب المصري لان المصري وحش. طيب ما يمشيش معاك ان الاهلي جاهز فرقته بشكل كويس، ما يمشيش معاك ان الاهلي عنده لاعبين مميزين وقدموا مباراه كبيره، ما يمشيش معاك ان الاهلي جاب صفقات صنعت الفارق سواء بالتسجيل او بصناعه الاهداف، ما يمشيش معاك ان الاهلي عنده مدرب كويس وتفوق على مدرب النادي المصري كابتن علي ماهر، ما يمشيش معاك ان الاهلي بطل الدوري اللي فات وبيدافع عن لقبه في هذا الدوري ومعاه قائمه من افضل اللاعبين، فيكون الفوز على النادي المصري نتيجه لجهود اللاعبين ونتيجه طبيعيه للفوارق الكبيره ما بين الاهلي وبين اي فريق. كل ده ما يمشيش معاك. لكن هو اللي يمشي معاك ان المصري كان وحش؟ طيب زي ما انت عايز طبعا، كل واحد حر، ولكن هناك امور كثيره جدا وهي واضحه امام حضراتكم، واضحه وضوح الشمس امام حضراتكم. ويمكن ده راي فني حتى لو صاحبه مش مؤهل لانه بيحلل المباريات، ولكن النهارده الصبح في احد البرامج برضه حصلت واقعه غريبه جدا. مذيعه شابه بتسال احد النقاد الرياضيين المحترمين وبتقول له هو ليه كهربا مكمل مسلسل عدم الالتزام؟ وليه كهربا المسلسل ده متجدد عنده ومش جديد، يعني ان هو على طول بيعمل كده يعني، وكل ما يلتزم يرجع يعمل مشكله تانية؟ فاكيد انت عندك كواليس احكي لنا. طبعا بالنسبه لي صيغه السؤال دي هي اغرب صيغه سؤال حصلت في الفتره الاخيره، يعني صيغه سؤال غريبه جدا الحقيقه. استاذ حسام زايد ضيف محترم اتصدم الحقيقه من صيغه السؤال، وقال ان يا جماعه في بيان رسمي صدر من النادي الاهلي وقال انه كابتن خالد بيبو لم يوقع اي غرامات على كابتن محمود كهربا ونفى هذه الواقعه، فمعناه انها مجرد شائعه ولا يمكن التعامل معها باكتر من كده. ده استاذ حسام قال هذا الكلام. يعني المذيعة قامت قايلة له ايه؟ يعني انت ما عندكش كواليس؟ قال لها كواليس ايه؟ ما عندنا بيان رسمي طالع من النادي الاهلي بيقول هذا الكلام. مش فاهم الحقيقة. يعني انا عندي بيان رسمي بيقول لي طالع من النادي الاهلي ومن كابتن خالد بيبو بيقول انه لم يحدث اي شيء ولم توقع اي غرامات على كابتن كهربا. فالناس طالعة تاني يوم تقول للضيوف اللي معاها يا جماعة قولوا لنا ايه اللي بيحصل؟ وإيه الكواليس اللي عندكم في هذا الأمر؟ مفترض إن أنا أعمل إيه في حالة زي دي؟ والله أنا مش بهاجم حد، ولكن خليني أقول إن يعني الـ الناس اللي بتتكلم لازم تبقى واخدة بالها. يمكن ما يكونش في خبرة، ما يعني مش عارف الحقيقة، يعني مش هروح للجنب اللي إيه اللي هو خبط في النادي الأهلي وخلاص، مش هروح للجنب ده. هعتبر إن الكلام ده لأ ما بيحصلش، وخليني اروح للناحيه الايجابيه في الموضوع، مع ان مفيش ناحيه ايجابيه في الموضوع، ولكن الحقيقه ان ده امر غير مقبول بالمره. وانا مش عاوز ازود في الكلام في هذه اللقطه، ولكن حابب اشيد بالضيف اللي كان موجود واللي اتكلم ورد بكل مهنيه بصراحه، حاجه محترمه جدا، برافو عليه. حسام زايد من النقاد الرياضيين المحترمين، ولكن معرفش الى متى ستظل هذه الامور بهذا الشكل. قول لنا الكواليس. لا كواليس ايه ده، ما في بيان طلع. لا يبقى انت ما تعرفش الكواليس بقى. كواليس ايه يا جماعه والبيان طالع؟ قال لها كده، لا كواليس ايه والبيان طالع؟ بيان اهو مره تانية، خالد بيبو توقيع غرامه ماليه على كهربا كلام كاذب. مش انا اللي بقول ولا اي حد بيقول، ولكن ده بيان رسمي خرج على الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تكلم فيه مدير الكرة على هذا الأمر. وبالتالي يعني استحالة كابتن خالد بيبو
او استحاله مدير الكره في النادي الاهلي هيطلع ويقول كلام وهو ما حصلش. فبالتالي يا جماعه خلينا نقفل هذا الامر. انا بس حبيت اوري حضراتكم ان هناك نوعيه من الاسئله بتاخدك لاتجاهات انت مش المفروض ان انت تروح فيها كاهلاوي. يعني ايضا في ظاهره اخرى اصبحت ظاهره خطيره، يعني بتتسبب في اشاعات وخلافات من لا شيء من لا شيء. كل واحد معاه تليفون قاعد في الاستاد بيعمل نفسه حكم وقاضي وبيحكم وعايز عقوبات، تلاقيه بيصور ويقول واقعة مختلفة من عنده. يعني ممكن يكون اتنين واقفين بيتكلموا، اتنين زمايل بيتكلموا مع بعض. انا دايما مثلا وانا بتكلم طريقة كلامي ان انا بتكلم بايدي وبتحرك بايدي، فهل ده معناه ان انا بتخانق مع اللي قدامي؟ ما بتخانقش، ولكن دي طريقتي في الكلام. ف ممكن يبقى العنوان ايه مثلا؟ نقاش ما بين اتنين او مشادة ما بين الاتنين. ايه رأي حضراتكم؟ على فكرة بيتعمل فيديوهات بعناوين مثيرة ولكن هي فيديوهات مخالفة للواقع. شاهد خناقة امام عاشور وكهربا، واحد تاني يقول لك شاهد محمد عبد المنعم بيزعق للشناوي، واحد تاني يقول لك شوف كولر وهو بيبص بعينه جامد لسامي قمصان بيبص له كده، او زي ما احمد حلمي هذا النجم الكبير المحترم قال لك اتكي على السين سامي قمصان. واحد بيألف قصة مختلفة، شاهد خناقة بيرسي تاو ورضا سليم. ما كل العناوين دي ليه يا فندم؟ علشان حضرتك تخش تتفرج على الفيديو، تخش تتفرج على الفيديو تلاقي الشناوي وعبد المنعم بيتكلموا، فتفضل تستنى عشان تشوف الخناقه بتاعت الشناوي وعبد المنعم ما تلاقيهاش. ولكن العنوان نفسه ايه؟ ما يقولكش نقاش، عشان لو نقاش مش هتبص، مش هتخش، مش هتتفرج. لكن لو هو بيقول لك خناقه او شاهد خناقه، طيب الفيديو ده لو انت صورته، لو واحد صوره بموبايله ممكن يطلع يقول لك امام عاشور بيضرب بيرسي تاو، لا هاته من ظهره، والله انا بتكلم بجد، هاته من ظهره قبل ما تبان الضحكه. هاته من ظهره خالص، هاته من اوله برجاوه لو سمحت، ايوه من هنا، من هنا يقول لك ايه؟ الاثنين بيتخانقوا وبيضربوا في بعض. لو انت شفتها كده هتقول ايه؟ خناقه ما بين امام عاشور وبيرسي تاو. وصاحب كل اللي بيكتب والغير صادق دائما هيقول لك ايه؟ الاهلي بيحقق في هذه الخناقه. أنا بس بوري حضراتكم إيه اللي بيحصل علشان تبقوا عارفين، دايماً العناوين المثيرة هي اللي تدخلك تشوف الفيديو، فلما تخش تشوف الفيديو تفضل أنت بقى عيني ماسك الفيديو والباقة تخلص وتقعد وأنت بتتفرج كده تلاقي كذا كذا كذا، فتلاقي الباقة بتخلص فتقفل. فين اللي حاطط؟ فين الخناقة؟ مفيش خناقة. اتنين بيتكلموا مع بعض. تلاقي كهربا بيتكلم مع عاشور فحد يسميها خناقة، عند صاحب الفيديو بالمناسبة، عبد المنعم بيتكلم مع الشناوي عن الماتش والشناوي بصراحة، يعني اتنين طالعين من ماتش وكسبانين 4-0 هيتخانقوا مع بعض ليه؟ بيني وبينكم يعني كده. لازم حضراتكم كجماهير النادي الاهلي تفرقوا بين اصحاب الفيديوهات والعناوين المغرضه. يعني تلاقي العنوان حاجه والفيديو حاجه تانية خالص، بس هو زي ما قلت لك بيحط العنوان عشان حضرتك تفتح الفيديو تلاقي حاجه عاديه مختلفه. لكن يفتح حضرتك الفيديو وبيكسب فلوس علشان الفيوز، فالموضوع اصبح تجاره. وانا بقول الكلام ده لجماهير النادي الاهلي ليه؟ لانه انا مش عايز حد من حضراتكم يتحامل على اللاعبين، لانه بشوف بعض قليل يعني بيتكلم يقول لك ايه يعني المفروض ده ما يحصلش وبتاع. والله هو اساسا لما لو فتحت الفيديو وبصيت فيه مش هتلاقي ان في حاجه، هو العنوان اللي بيحصل. والمجموعة دي اللي هي بتعمل كده مش هتلاقي تجارة أربح من تجارة النادي الأهلي واسم النادي الأهلي. بالمناسبة اسم الأهلي بيبيع، يعني أي برنامج عايز يتشهر تلاقيه بيضرب خبرين عن الأهلي بدون أي مراعاة للمهنية الإعلامية، لكن المهم نسبة المشاهدة، ودي هي اللي بتجيب فلوس. فلما بتيجي سيرة الأهلي فكده هيحقق نسب مشاهدة كبيرة.
عشان كده انا بقول لجماهير الاهلي لازم تعرف تفرق كويس جدا ما بين الناس المغرضين وما بين اللي بيقول الحقائق. حتى لو ضد الاهلي، ما على فكره ما ممكن تحصل خناق. هل ده معناه ان احنا عايشين في المدينه الفاضله يعني ما بتحصلش؟ لا بتحصل. عادي جدا. تحصل مشادات كثيره جدا ما بين اللاعبين، مش في النادي الاهلي بس. في ريال مدريد بيحصل، في برشلونه، في مانشستر يونايتد المباراه السابقه امام برايتون لما اتغلبوا بعد المباراه اربعه مسكوا بعض طحنوا بعض في جوه اوضه اللبس. فما فيش، اكيد بيحصل حاجات جوه النادي الاهلي، ولكن احنا عندنا الحاجه لما بتحصل بيتم حلها وخلاص، بتروح ان انت تعمل عليها اللي انت عايزه. او اللي بيغلط بيتم عقابه. انا برضو عايز اقول للناس اصحاب نسب المشاهده، اتقوا الله، اتقوا الله في ترويج الاشاعات من 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 اجل ان انتوا يعني تكسبوا شويه، لانها بطريقه غير شرعيه. اتمنى ان كل المسجز دي توصل، علشان او كل الرسائل دي توصل للناس، علشان يا جماعه احنا عايزين نعيش الفتره القادمه ان احنا كل واحد عايز يركز على ناديه، عايز يركز على استعدادات ناديه لمباراه الاثيوبيا سان جورج الاثيوبي، عايز بعد كده ركز على الدوري. انا عايز اعمل كده، مش عايز اخش في خناقات وكلام لا يصح ان هو يحصل. لكن طول ما بيحصل كده هنطلع نرد، ونرد كحائط صد، ونرد برضو ايضا زي ما دايما فقرتنا التانية بتكون ايه، بنرد بالعقل. الحقيقة النهاردة أنا عايز أتكلم برضو بالعقل شوية وأشيد بما يحدث. خلينا برضو إذا كان هناك شيء جيد لازم نقول إن هناك شيء جيد. ما يحدث في الجولة الأولى من تطور في شكل النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز في النسخة 65. الحقيقة إذا كان هناك أو اللي بذلوا مجهود كبير في هذا الأمر، يجب أن نوجه التحية للشركة المتحدة على الدور الكبير اللي قايمة به في هذا الملف. احنا هنا هنفضل ندعم نادينا ودورينا وبلدنا كلها، ده الطبيعي. بالمناسبه الجمهور بدا يرجع للمدرجات عشان الصوره الحلوه تكتمل، كلنا امل ورغبه اننا نرجع بالساعه الكامله في كل المباريات القادمه. الاستادات هيكون شكلها مختلف، والدور هيكون في، والدوري هيكون ان شاء الله في حته تانية خالص. هيعود الدوري المصري لامجاده، لانه سيظل دائما الدوري الاعرق والاقدم. الاهلي النادي الاهلي بيطالب بده دايما خلال كل البيانات اللي بيعملها النادي الاهلي. بتجد ان هذه البيانات دايما بتكون عشان عايزين نرجع الجمهور، عايزين نرجع الجمهور يا جماعه بكامل العدد. وهنا برضو لازم اوجه كلمه شكر للامن على الدور اللي بيقوموا به في هذا الصدد. لو وصلنا للساعه الكامله مع الدور الثاني اكيد هتكون خطوه متميزه جدا. النهارده سعيد جدا بان انا اشوف جمهور بلديه المحله في ملعب المقاولين العرب. تحس ان عندنا امل ان الدوري يرجع اقوى من مكان، وبجماهير محترمه ملتزمه ضمن منظومه كرويه محترمه وملتزمه تدار باحترافيه. ده اللي نفسنا يحصل. مين اللي في مصر مش نفسه ان الدوري يرجع بالجمهور؟ تخيل حضرتك مباراه اهلي واسماعيلي في تتلعب زي ما تتلعب في اي مكان، شوف هيبقى عدد الجماهير فيها قد ايه. اهلي ومصري، اهلي واتحاد في استاد اسكندريه، شوف هتبقى عامله ازاي. نفسي ان انا اشوف هذه المباراه، نفسي اشوف الاهلي والمصري هيعملوا ايه مع بعض، الاهلي والاتحاد في مباراه في استاد اسكندريه نرجع زي زمان. نفسي اشوف زي ما الواحد كان بيلعب كده. لما كنت بروح استاد اسكندريه كنت بستمتع، لما كنت بروح استاد اسماعيليه كنت بستمتع، لما اروح كنت بقيه الاستادات الكبيره والجماهيريه كان الواحد بيستمتع بشكل الجماهير. حتى لو كان هناك انتقادات والحاجات اللطيفه اللي بنسمعها واحنا لعيبه ما عندناش مشكله، ولكن كانت هذه الامور حلوه، حاجات حلوه بتحصل. انا مبسوط جدا بالشكل، واتمنى ان المستوى الفني للمباريات الدوري من جوله لجوله، الحمد لله الجوله الاولى حتى الان هي جوله جيده، بكره تنتهي اعتقد الجوله الاولى، ان شاء الله تكون من الناحيه الفنيه جوله جيده. ان شاء الله من اللي جاي الجوله الثانيه والثالثه والرابعه ترتفع الفرق خلال الفترة اللي جاية. أيضا إدارة الأهلي النهاردة تلقت موافقة الجهات الأمنية على حضور 30,000 مشجع في مباراة النادي الأهلي أمام سانت جورج الإثيوبي. هي خبر كبير ورائع، وتواجد الجماهير في هذه المباريات بيزيد من المتعة والإثارة،
جمهور الأهلي بيكون دايما له طابع خاص، وهو اللاعب رقم واحد وصاحب كلمة السر في تحقيق البطولات والانتصارات. فزي ما حضراتكم شايفين، هاتها تاني لو سمحت يا برجاوي، زي ما حضراتكم شايفين تلقت إدارة النادي الأهلي بموافقة الجهات الأمنية حضور 30,000 مشجع لمباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي والمقرر لها الحد المقبل في إطار ذهاب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. شكرا جزيلا للأمن المصري على هذا الأمر، وتكون بداية جيدة لما هو قادم. شكرا جزيلا للنادي الأهلي وللجنة الأندية أو لجنة الجماهير المنبثقة من مجلس الإدارة اللي بتحافظ على الجماهير وبتحاول إن هي دايما تدخل الجماهير بأكبر عدد ممكن، وتعاون كبير وتنسيق كبير مع كل الجهات الأمنية الخاصة بالفرق بفريق النادي الأهلي وبالجماهير، علشان نقدر نزود الأعداد خلال الفقرة أو الفترة القادمة. خلونا ننتقل للفقرة اللي جاية، وهي كالعادة فقرة أخبار البيت الكبير. هنطلع نشوف أخبارنا من خلال نتعرف عليها أو نتعرف على كل الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، وبعد كده فاصل. والنهاردة زي ما قلت لحضراتكم هيكون عندي أحد النجوم الكبار في عالم كرة القدم في النادي الأهلي، والنجم الكبير الكابتن مجدي طلبة اللي هيكون معايا وهستقبله بعد ما نشوف الأخبار. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هيكون معايا كابتن مجدي، هتكلم معاه في كل الأمور الخاصة بالدوري المصري وبالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. نطلع نشوف الأخبار، وبعد الأخبار نستقبل النجم الكبير كابتن مجدي طلبة. استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم دون راحة بعد الفوز على المصري في الدور الممتاز برباعية نظيفة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة الأمس. اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء ميران بدني واستشفائي. أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن بيرسيتاو تعرض لكتمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري يوم أمس، وأن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي على هامش الميران الجماعي للفريق الذي جرى اليوم. وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على تعديل موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي لمدة ساعة ضمن مواجهات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لتقام في الساعة 7 مساء بدلا من 6، وذلك بعد طلب الأهلي لتعديل موعد مباراة الإياب المقرر خوضها يوم 24، ومن ثم الإياب يوم 29 من الشهر الحالي. كما قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية للدور الممتاز، والذي كان مقررا له يوم 27 من الشهر الحالي، بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 من الشهر الحالي في دور ال 32 لدور أبطال إفريقيا. واصل الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق كرة السلة المشارك في بطولة كأس العالم للأندية عقد جلسات مستمرة مع الكابتن طارق الغنام مدير الفريق والدكتور وليد الخراط إداري الفريق لمتابعة كافة الأمور الإدارية المتعلقة بالبعثة وتوفير كافة احتياجات الجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة مع فريق إجنايت الأمريكي يوم غد في مستهل مشوار الفريق في البطولة. اختتم فريق الأهلي لكرة السلة تدريباته مساء اليوم في سنغافورة استعدادا لمواجهة إجنايت الأمريكي يوم غد الخميس في مستهل مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21 حتى 24 من الشهر الحالي. عقد أوغستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي لكرة السلة محاضرة فنية للاعبين اليوم قبل التدريبات استعدادا لمواجهة فريق إجنايت الأمريكي في مستهل مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية. كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام تفاصيل معسكر منتخبنا الوطني خلال الفترة من 9 إلى 17 من شهر أكتوبر المقبل، والذي ستستضيفه مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخلله مبارتين وديتين أمام منتخبي الجزائر وزامبيا في إطار التعاون المثمر بين مجلس أبو ظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر. كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن ارتفاع الحصيلة التهديفية لبطولة الدور السعودي للمحترفين بعد قدوم نجوم العالم إلى المسابقة المحلية، وذلك بعد مرور 6 جولات حتى الآن لعبت 54 مباراة تم تسجيل 163 هدفا فيها.
اقتحم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني نادي المئة بعد وصوله إلى 100 هدف في بطولات أوروبا للأندية، وذلك بعد تسجيل هدف برشلونة الثاني في الفوز بخماسية على رويال أنتويرب البلجيكي في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا. أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد لاعبه أليخاندرو بالدي لمدة 5 مواسم لينتهي في صيف 2028، ووقع المدافع الشاب على عقد بشرط جزائي قدره 1 مليار يورو حيث ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي. أشاد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بلاعبي كيليان مبابي واصفا إياه بنجم النادي وأفضل لاعب في العالم حاليا على حد قوله، بخلاف مهاراته الفنية وإنسانيته التي تجعله دائما مبتسم، وذلك بعد فوز فريقه على بوروسيا دورتموند الألماني في افتتاح مباريات مرحلة المجموعات بدور أبطال أوروبا. أعلن نادي مارسيليا الفرنسي اليوم إقالة مدربه الإسباني مارسيلينيو بعدما دعت جمعية أنصار النادي إلى استقالة رئيس النادي ومساعديه بعد فشل الفريق في التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الخروج من الدور التمهيدي على يد باناثينايكوس اليوناني. أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم تعيين المدرب ميشال بروبرز مديراً فنياً جديداً للمنتخب خلفاً للمقال فرناندو سانتوس، وذلك بعدما قاد منتخب بولندا الأولمبي تحت 21 سنة، قاده في 10 مباريات حقق 5 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، فقرتنا الاولى مع النجم الكبير كابتن مجدي طلبه. هيا كابتن مجدي، دايما لما بيكون معانا بنستفيد بارائه الفنيه للدوري العام. الحقيقه الدوري العام بدا اول امبارح وكلام كتير جدا عن الدوري العام وعن النادي الاهلي خلال هذه الفتره. خلوني ارحب بالنجم الكبير كابتن مجدي. ازيك كابتننا؟ مشرف ومنور. الله يخليك يا اسلام، سعداء جدا بوجودك معانا. انا سعيد جدا اني معاك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله الدنيا تمام والامور كويسه نحمده الحمد. خلينا نبدا بالدوري، بتتفرج عليه ولا مش قوي؟ لغايه دلوقتي في بعض الماتشات يعني كتير. 6 7 ماتشات حتى الان. راي حضرتك بشكل عام يعني في الجوله الاولى، لسه طبعا بكره بقيه المباريات. لا، في ماتشات كويسه، في ماتشات كويسة وفي ماتشات لسه البدايات يعني. إنما يعني مش الماتشات في النهارده مثلا ماتش المقاولين عجبني شوية. ماتش اتفرجت على الشوط الأولاني. اتفرجت على الشوط الأول. لا اتفرجت. أنا اتفرجت على الشوط الأولاني. اتفرجت على الماتش كله. الفرقة فرقة البلدية فرقة جيدة جدا، عملت ماتش كويس. اللي عجبني انه الريتم كويس في بدايه الموسم، وده شيء انا كنت طبعا قلقان انه ما يبقاش موجود، بس كان في بعض المباريات الريتم بتاعها كان كويس من اول اسبوع، وده شيء جيد جدا وشيء ايجابي، لان احنا خلاص بقينا غير السنين اللي فاتت والكره بتاع القديمه ان لازم تتدرج في المستوى والحاجات دي كلها. لا، انت لازم تخش من اول السنه، من اول الموسم لازم تخش قوي جدا. شايف برضو يا كابتن ان في عدد كبير من المحترفين موجود في الملعب، وده مهم جدا. اكيد اكيد، ويا حبذا لما يبقى مستواهم الفني كمان جيد، لان ده هينعكس على الكره في مصر او هينعكس على زمايلهم ومستوى زمايلهم معاهم في الفرق او في الفرق عموما. طيب، بما اننا يا كابتن كنا بنتكلم عن بس الفرق محترفين كبير يعني. بتلعب في اليونان والهدد دلوقتي محترفين، هنا بتلعب في مصر، شايف عدد المحترفين اللي موجودين هل هم اقوياء يستحقوا اللعب جوه الدوري المصري حتى الان؟ يعني طبعا لسه ما عملناش حاجه، ولكن البدايه مش كتير. ما احنا لو احنا عدينا كم عدد اللعيبه المحترفين او الافارقه، هم غالبا بيبقوا افارقه يعني. اللي دخلوا الدوري المصري في اخر 10 سنين، لو اتكلمنا مثلا في 200 لاعب في اخر 10 سنين هنحفظ او هنفتكر اسامي 5 6 او 10 بالكتير، ومعظمهم هيبقوا من الاهلي والزمالك. صحيح. الاسماعيلي احيانا بيطلع او في المعظم بيجيب لعيبه كويسه، انما المجمل العام او باقي ال 200 واحد اللي بيشتركوا في بقيه الانديه بيبقوا جايين يعني، بتبقى سد خانات عشان يبقى عشان النادي يبقى اسمه جاب استفاد باللائحه واللعيبه الاجانب الافارقه، وبيجيب لعيبه بتبقى
مستواها مش قد كده، ودي من الحاجات اللي الواحد عايز يبقى يعني يا ريت يبقى يتحط فيها لائحه، لازم تحط فيها شروط بالنسبه للعيبه اللي نختارها عشان تيجي في الدوري المصري، اللي عشان تفيد مش بالضروره يكون صف اول طبعا، مش بالضروره خالص، انما لازم يكون مثلا على اضعف الايمان لعب في منتخبات الشباب عندهم في البلاد بتاعتهم، يعني حته نجيب من مدينه البعوث كتير، مش كل واحد مش هيطلع لك مدينه البعوث على طول، يعني هي بتبقى فلته مره ولا حاجه، لازم الموضوع يعني يبقى يتحسب له حساب شويه يعني. طيب خليني اعرف رايك بقى في الفوز امس للنادي الاهلي على النادي المصري برباعيه مقابل لا شيء. عجبك اداء الاهلي؟ انا عجبني اداء الاهلي من الماتش اللي قبل منه. على فكره كابتن والله يعني ده كلام مهم جدا، لانه ناس كتيره قالت او لا لا لا، انا عجبني اداء النادي الاهلي خاصه في الشوط الاولاني في الماتش الاتحاد العاصمه. لا النادي الاهلي دخل ماتش كويس وخسرنا، يعني مش عايز اقول عادي، انما ماتش هو اصلا بيبقى في الاخر بيبقى ماتش. بتعمل غلط بيحصل، ممكن تخسر بيه الماتش، وده حصل. انما أوكي. انما لا، اداء النادي الاهلي ما كانش يثير الشكوك او يخليك تبقى قاعد قلقان من الماتش بتاع المصري، لا خالص، ان انت داخل على الدوري بعديه بكام يوم، تبقى قلقان لا خالص. النادي الاهلي دخل الماتش كويس جدا، ماتش الاتحاد العاصمه، وادى وصنع فرص وخلق فرص وما قدرش يحقق الفرص، خلاص ماشي، انما صنع واشتغل. نفس القصه مع ماتش المصري، قبل ما يجيب الجول كان في مره واثنين كان ممكن يحصل فيهم اجوال، ما جاتش، انما جت مع رضا في اخر الشوط، ودي بتفرق كتير جدا، ان علت كتير من مستوى اللعيبه من الناحيه النفسيه. التوقيت بتاع الجول خلى انك تخش الاوضه بين الشوطين وانت اخر دقيقه جايب جول، فدي بتفرق كتير جدا بالنسبه لك بالايجاب، والعكس بالعكس مع التيم المنافس. كان في تحضير جيد جدا، كان في جهوزيه، كان في رتم كويس جدا باين عليه من الاول، كان في اللي بيعجبني في النادي الاهلي ان في تنظيم وفي اعاده تنظيم، الاثنين كويسين. يعني ايه؟ وانت شغال ومعاك الكوره تمام جدا 24 شغال كويس جدا وبتشتغل بتنظيم كويس جدا، واعاده التنظيم بتاعك لما بتفقد الكوره بترجع تاخدها بسرعه تاني وبتعمل اعاده تنظيم تاني، فهو ده اللي بيخلي النادي الاهلي على طول في الماتش اللي بالذات الماتش المصري كان على طول انفولفد جوه، في اي لحظه او في اي وقت من الاوقات كان بيبقى في خطوره. فنادي الاهلي حضرتك شايفه بيؤدي بشكل جيد؟ انا شايفه وادى امبارح بشكل طبعا. والان الاهلي النهارده عنده، يعني النهارده نقدر نقول السكواد بتاع النادي الاهلي بعد رجوع المصابين اللي رجعوا، هتغمض عينك وتحط تيم هينزل يشتغل. الدليل التغييرات اللي اتعملت مثلا امبارح، قدر نقول ده شيء ذكي جدا من كولر، اللي هو عمل 5 تغييرات في نفس التوقيت. ذكي جدا. ليه يا كابتن؟ ذكي جدا ليه؟ اولا استغل ضعف النادي المصري، ضعف النقص العددي في النادي المصري. اوكي، دي واحد. اثنين، الناحيه البدنيه بتاعتهم عشان بدايه الموسم اتاثرت بخروج واحد منهم ومدافع مش سهل، مدافع كويس، فنزل 5 فريش يقدروا يضغطوا اكتر، ضغطوا هجوميا اكتر. وده اللي حصل في اخر 10 دقائق من اول ما نزلوا، الربع ساعه اللي نزلوها كان على طول النادي الاهلي قدام الجول على طول، فدي عملت رد فعل عكسي لتيم النادي المصري. وده شفناه في الجول الرابع، جول حلو قوي، جيب اريحيه وبسرعه وبابداع بفكر في ابداع في الباص، اكيد يعني كان فيها ذكاء كبير من كولر، وما عندوش هو اصل التغييرات بتتعمل يا اسلام، بتتعمل علشان اساعد التيم انه يصلح الاداء، او عشان حاجات كتير، او عشان اضيع وقت مثلا. ممكن اعمل تغيير عشان اضيع وقت، طب انا كسبان
ثلاثة مش عايز أضيع وقت، أنا ده بعمل ورسالة كبيرة جدا ومهمة جدا، ده أنا بنزل خمسة مرة واحدة وأنا كسبان ثلاثة، ده معناه اللي جوه في الملعب عايز أكسب ثلاثة تانيين، عايز الرابع والخامس، وعايز كل ما تقدر تجيب جول هات. فده ذكاء جدا من المدرب. اليوم الاحد ان شاء الله سيبدا النادي الاهلي البدايه الافريقيه مع سانت جورج الاثيوبي. شايف البدايه الافريقيه هتبقى عامله ازاي؟ لا اعتقد زي ما بقول لك النادي الاهلي الحمد لله، انا كل مشكلتي في اثيوبيا عشان الواحد جرب اثيوبيا اكتر من مره، الماتشين هنا هنلعب الماتشين هنا. طب معلش انا متاخر في ايوه لا طبعا الماتشين هنا خلاص الماتشين هنا يا شباب صح مظبوط ان الماتشين هنا حد يقول لي بقى سوبر اللي انا عارفه كانوا هنا هنا لو الاثنين هنا خلاص الاثنين هنا لا الماتشين هنا مش واحد صح؟ بس انا كنت عارف انه احنا قدمنا طلب وسان جورج عنده الماتش الملعب بتاعه تم رفضه من الاتحاد الافريقي علشان غير مناسب او غير مطابق مواصفات مطابق للمواصفات وبالتالي قال لك نقعد هنا ونلعب الماتشين كويس هنا كويس بس الحقيقه برضه حسابنا مش هتفرق بقى على حسابنا ما اعرفش يعني ولكن في النهايه عشان انت توافق عشان هو يوافق بدل من الماتش في حته ثانيه فانت تقول له اتفضل كان هناك كلام كتير في هذا الامر رايح جاي ما بين ناس قالت ان هم ان توافق وناس قالت ان هو ما توافقش لان هو الاتحاد الافريقي في الاخر ايوه اللي بيقرر هو اللي بيقرر هذا الامر بغض النظر هي طبعا اللعب في اثيوبيا بيبقى صعب جدا هو اللعب في اثيوبيا عشان الجو عشان الجو الجو مش تعرف تتنفس صعب صعب جدا ويقول لك تقعد مش عارف قد ايه عشان تعمل ادابتيشن تسافر قبل الماتش مش عارف ايه عشان تعمل ادابتيشن مفيش فايده ما هو جو ما لازم تقعد سنه عشان تعمل ادابتيشن لا صح. جو صعب في اثيوبيا صعب جدا الواحد جرب قليل قليل قوي ارتفاع عن سطح البحر وبعدين لما بترجع بتبقى حاجه تانية خالص مظبوط بتبقى حاجه تانية خالص بتلاقي نفسك ريشه طيب الماتشين هنا يا كابتن موجودين تمام يعني خلاص تم الاتفاق او كان قرار من الاتحاد الافريقي ان هو الماتشين هيتلعبوا هنا طيب كده افضل بكتير بيني وبينك مليون مره اولا بتريح لعيبتك من الارهاق بتاع السفر وانك بتلعب في جو وفي اجواء بتبقى صعبه وحاره وفوق سطح البحر وكذا الحاجه الثانيه بتطمن على فرقتك اللي ماتشين هنا اللي موجودين بشكل اكيد السفر والمروح هو الارهاق اللي انت المفروض هتروح وتيجي فيه في اربع خمس ايام هتوفره اكيد هيوفر هيفرق كتير مع النادي دخول الصفقات الجديده في الفرقه اعتقد واضح جدا وبشكل مؤثر حتى الان من وجهه نظرنا يعني انا الماتش الاولاني اللي هو بتاع اتحاد العاصمه كنت قلقان اوكي قلقان على انه ادخل اتنين في ماتش بس من الواضح ان القرايه بتاعتنا للماتش هو احنا في نظريا احنا افضل من اتحاد العاصمه بكتير ده نظريا وعمليا احنا افضل من اتحاد العاصمه فممكن نكون عملنا حساب دي زياده شويه فعشان كده رحنا مدخلين رضا ومدخلين امام عاشور الاثنين مع بعض في نفس التوقيت في نفس في المباراه كان نفسي ان هم يبداوا الدوري المصري الاول قبل ما يدخلوش في على طول في الماتش ده لان الماتش ده ببطوله صحيح فالماتش ده ببطوله كنت استعين بيهم بالرغم ان هم لعيبه كويسه وجيده جدا ما الواحد ما بيختلفش انما بتكلم على دخول الاجواء والحس بتاع التيم نفسه لانه ما لعبوش ماتشات رسميه مع النادي هم بيتمرنوا مع اللعيبه صحيح انما الماتشات الرسميه ما اتلعبتش وده بيفرق كتير جدا بيفرق كتير يعني بيفرق لكن الماتشات الرسميه بتعلي شويه طبعا الماتشات الرسميه لانه بي 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 بياخد شعور المنافسه الحقيقيه منافسه التلاته بونت وبعدين حته الشعور بزميله في اللي جنبه في الماتش اللي فيه 3 بونت مختلف تماما عن الماتش الودي اللي مش هيفرق معانا فيه اي حاجه. طيب هرجع بيك ورا شويه وهوصل مع حضرتك لنقطه مهمه نتكلم فيها عن انتوني موديست اللاعب الجديد للنادي الاهلي بس هسالك سؤال وبعدين هوريك مفاجاه الاول هو المدرب اللي اختارك للانضمام لباوك روب ياكوبس مين؟ روب ياكوبس روب ياكوبس خلينا نشوف ماذا قال روب ياكوبس الكابتن مجدي ونرجع نكمل
Hallo, vrienden uit Egypte. Voetballers van El Ahly, die een hele belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes wat we hadden met PAOK in 1990-91. Met Hossam Hassan als de grote uitblinker. Fantastische spits, doelgericht, snel, sterk, kortom een geweldige speler. Ibrahim idem dito, ook een geweldige goede jongen, hele goede wedstrijdinstelling en mentaliteit. En Magdi Tolba, bekend van zijn fameuze linkerbeen, wat altijd aparte spelers zijn en die een geweldige techniek had. Met die drie spelers heb ik het enorm naar mijn zin gehad. Zij tilden het PAOK van toen naar een hoog niveau. We hebben daar Europees mee kunnen spelen en halen, wat ik daarvoor met Feyenoord heb gehaald. En ik hoop dat jullie het goed gaat. Maak er iets moois van daar bij El Ahly. Een geweldige Egyptische club. Het voetbal in Egypte is een hoog niveau. Houd dat vast en maak daar iets moois van. Heel veel succes daar allemaal en veel voetbalplezier. Groeten, Rob Jacobs. وعليك ما شفتوش من امتى؟ اعتقد من عمر. ما شفتوش من 92. يا نهار ابيض. 92 93. يا نهار ابيض. هو لسه فاكر وعنده 80 سنة وواحد من اشهر المحللين في الدوري الهولندي الان. روب يعقوبس. لكن اصل هو كان لما شافني واحنا في يوغوسلافيا ساعتها في فترة الاعداد، كنت انا مع النادي الزمالك في الوقت ده. لما شافني اصر على انه على ان النادي يتعاقد معايا. فطبعا النادي هناك في اليونان في الوقت قالوا له المصري ما كره ايه اللي في مصر، ما احنا نعرف ان فيها جمال وبتاع وما فيهاش كوره. فقال لهم لا، هو انا عايزه، فلو مش هتاخدوه انا هاخده انا وهوديه هولندا. فشافوه مقتنع جدا بالموضوع ده، بعتوا جابوا أعضاء مجلس إدارة أو المسؤولين عن التعاقدات بحد من مجلس إدارة في نفس اليوم أو في تاني يوم على طول، بالعقود بتاع في كل حاجة، وإحنا قاعدين في الأوتيل في كل حاجة خلصت في 24 ساعة يعني، عشان إصراره هو عشان هو اللي عايزك. وساعتها شفت حاجة جديدة كانت عليا جديدة جدا، إنه جاب كابتن التيم وقعد معاه وجابني نادالي ده، واحنا بنعمل عقد او قبل، قال له مجدي اللي احنا شفناه هنا هنتعاقد معاه ويبقى موجود، انت ايه رايك فيه؟ فبرضه قعد يتكلم معاه وكانت حاجه بالنسبه لي يعني اجيب لعيب من الفرقه واقول له رايك، فعرفت يعني ازاي تتعامل مع كابتن تيم وازاي يبقى في كابتن ده كان سنه 92 ده كلام، لا الكلام ده 89 اقصد. فكان طبعا كان الكلام ده مختلف تماما عن كل اللي الواحد شافه في حياته طبعاً. يعني الواحد اتعلم كتير يعني ولعبت في كاس الاتحاد الاوروبي ضد اشبيليه. صح، اشبيليه وباريس سان جيرمان في نادي في بلجيكي ميخلن البلجيكي وميخلن، وفي نادي في النمسا برضو تاني اللي هو بتاع الاستراس النمساوي ده، مش فاكر اسمه. مش فاكر اسمه. شتورم جراتس؟ لا مش فاكر اسمه بالظبط. انا باخد حضرتك ليه؟ لانه اللي لعب على هذا المستوى يقدر يتكلم على مودست. طبعا. يعني حضرتك لعبت في مستوى بطولات اوروبا ومثل هذه الامور، وحضرتك جيت وانت عندك 32 سنه للنادي الاهلي تقريبا. نفس ال ما هو اتعمل الحوار كده برضو. ايه وانا جاي النادي الاهلي الحوار ده اتعمل برضو، كان في مني مش مني. لا 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 كان جوه. بس الكلام كان جوه النادي، ما كانش من بره. اوكي. بس ما خدش برضو ما خدش وقت خالص. وسالوا هولمان فقال له قال لهم بيلعب في اوروبا، قالوا لهم خلاص يجي على طول. الحاجه الثانيه اللعب اصلا في اوروبا مختلف تماما يا اسلام. بالزبط. انت لما بتلعب على في مستويات عاليه، حضرتك قلت حاجه مختلفه من سنه 92 او من سنه 89 كمان. هو جاب كابتن الفرقه وساعد. طبعا يعني طبعا دي لو حصلت هنا دي تبقى يعني. أيوة. ده دلوقتي لو حصلت بتبقى كارثه.
في المستويات اللي انت بتشتغل عليها او درجات الاحمال اللي بتشتغل التدريب اللي بتشتغل بيه والنوعيات التمرين اللي بتشتغل بيها والنسب اللي بتشتغل بيها دي كلها بتحافظ على النواحي البدنيه. يعني انا مثلا حد دكتور بتاع ايك وانا في اليونان دكتور بتاع ايك الدكتور الفيزيكال بتاع نادي ايك اللي هو المنافس لينا من اتينا كنا قاعدين كده وعاملين حوار وكنا بعض اللعيبه من انديه ثانيه ومختلفين جامعتنا ظروف وقاعدين في نفس القعده وهو كان موجود فهو من 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 جات السيره بتاعت انت ممكن تلعب قد ايه وتلعب كام سنه وانت ممكن تلعب لكام سنه فبص لي انا وقال لي انت ممكن تلعب لغايه 35 سنه و36 سنه الكلام ده في 91 تقريبا فقلت له اشمعنى والكلام ده قال لي التكوين البدني بتاع يوديك للسن ده يهيلك ان انت تشتغل التكوين البدني العضلي بتاعك يأهلك ان انت تشتغل الحته دي طبعا باللي هو شايفه كمان طبعا فالنواحي البدنيه ما تنساش النهارده ان العمر الافتراضي بتاع اللعيب كبر زاد خلاص زاد صحيح. بكتير جدا يعني انا فاكر جدا ان احنا يمكن انا واسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد اول ناس عملنا الحته بتاعت ان انت تعدي ال 30 و32 سنه وكمل الكوره لان كان قبلينا 30 سنه وشكرا كبر. يبقى مش كبر ده يبقى عجوز وجده فالمراحل بتزيد المراحل بتزيد, بتزيد 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 ليه لان اولا العلم دخل بشكل كبير علم التدريب اتطور بشكل كبير جدا طبعا اللي منه الريكفري كمان بتاعك يعني انت النهارده بتلاقي تيم اسلام بيلعبوا 4 أو 5 ماتشات في 20 يوم وبتلاقي الاداء بتاع الماتش الاولاني هو الاداء بتاع الماتش صحيح الخامس صحيح. فالموضوع ده بيرجع ليه علم التدريب اتطور واللي فيه بيبقى الاستشفاء بتاعه اتطور والنواحي الفنيه كمان اتطورت زائد ان انت دلوقتي ما بتتحرقش زي الاول انت النهارده اللعيب اللي هو يعني مكسر الدنيا ممكن في طول السنة من الخمسين ماتش ممكن يكون عامله 30 ماتش يعني الخمسين ماتش بيتوزعوا على كل اللعيبة هتلاقي 3-4 بس اللي عاملين الخمسين ماتش طول الماتش والباقيين متوزعين عدد الدقائق يعني كمان بتفرق كتير جدا فبتعلي من أو بتزود من عمر اللعيب بتاع الكرة خاصة لما يكون لعيب جيد مودست ارقامه كمهاجم في الدوري الفرنسي والدوري الالماني جيده جدا. جالك وهو عنده 35 سنه، شايف الامر ده ازاي؟ طيب هو بدايه لو في عشان برضو تتوقع له ايه برضو؟ انا اتوقع له انه هيبقى ان شاء الله باذن الله ينجح بامر الله. اولا تيم النادي الاهلي كبير والماتشات نسب الاهداف او نسب التهديف للنادي الاهلي كل سنه هو التوب بتاع الدوري في احراز الاهداف او في صناعه الاهداف صحيح فده بيدي فرصه لاي سترايكر او اي مهاجم يشتغل في النادي الاهلي انه يهدف امبارح بيرستاو جايب جولين في 6-7 دقائق صحيح السنه اللي فاتت قعد فتره طويله جاب جول وبعد شويه جاب جول وبعد فاذا في تطور في المستوى فده اللي انا اقصد اقوله ان مودست لعيب هداف وجوده اللي محدده هو كولر صح لانه عاوز الشكل النوعيه دي يشتغل بيها انا عايز اقول ان لجمهور النادي الاهلي انه لازم يصبر عليه شويه اوكي لان في فرق حضاري في المستوى من اللي هو جاي من الدوري الالماني ليجا على الدوري في مصر في فرق كبير جدا بين المستويين اكيد وبعدين مش فرق في النواحي الفنيه وبس ما تنساش برضو يا اسلام انه الدوري الالماني من اكبر الدوريات في اوروبا هو تقريبا نمره واحد تصنيفه نمره واحد على طول في الحضور الجماهيري صحيح يعني هو الدوري الالماني دايما بياخد تصنيف نمره واحد في اوروبا في الحضور الجماهيري يعني ايه يعني دايما الاستادات فول كاباسيتي كل الماتشات
وكل الاستادات. هو جاي دلوقتي انت فاهم، انت القصه بتاعت امبارح دي طبعاً. فرق كبير جدا. انا انزل الملعب، الملعب ده كويس ان هو مثلا لعب في ألف. كويس ان هو لعب في استاد القاهره كمان، ما لعبش مثلا في 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 هنا ولا هنا. يعني كويس ان هو لعب في استاد القاهره يعني شاف 5000 واحد كانوا موجودين، شاف 5000 واحد كويس يعني، وبقيه الاستاد فاضي. دي برضو بيخلي بالك دي وهناك على طول الدنيا مليانه وزحمه على طول. صحيح، دي بتفرق جدا في المود بتاع اللعيب بتاع. صحيح، بتفرق كتير جدا جدا صدقني يعني. لازم الناس تاخد بالها من النقطه دي، زائد انه لسه جاي، ففي اعلان ممكن يكون مش عارف نص اللعيب، وارد جدا يكون لسه ما الراجل قال كده امبارح فعلا اللعيبه وارد جدا. وبعدين بيتكلم فرنساوي والماني، المفروض يكون بيتكلم الماني يعني، ف لانه قعد كام سنه في المانيا. صحيح، فمش هيعرف يتكلم مع دول غير 4 لعيبه في الفرقه او 5 لعيبه في الفرقه بتاعتي وكولر. فلسه لما يتاقلم شويه ويتعود يعني، بس انا شايف انه ان شاء الله باذن الله تكون اضافه للنادي. اخدك بقى الاولى لمباريات البنك الاهلي والطلاع الجيش. يعني البنك الاهلي الحقيقه عنده مجموعه جيده من اللاعبين، عنده مدير فني المفروض ان هو مدير فني جيد. اتغلب من طلائع الجيش اولى المباريات بهدفين مقابل لا شيء. والله انا اتفرجت على الماتش ده، هو ده ماتش من الماتشات اللي يعني زعلت منها يعني، المستوى بتاعها ما كانش قوي. صح. كان بطيء جدا، الاداء بتاعه كان بطيء جدا في الفرقتين، ما كانش في نديه كتيره، انما في الاخر الجيش اللي عايزه حقه خده، خد الثلاثه بونت. تيم البنك الاهلي مش هو ده اللي انا اعرفه عن بابا فاسيليو يعني، واخد بالك؟ هو عنده كمان مشكله هتقابله كبيره جدا، هو دايما بيعتمد على ان الحارس المرمى احد ال 11 لعيب بتوع التيم، لازم يبدا بدايه الهجمه عنده من حارس المرمى ويبدا يشتغل. فابو جبل مش هيعرف يعمل دي، هتبقى عنده مشكله كبيره جدا. صحيح. فيها مش عارف يعملها، وهيصر عليها. ولو يعني دي ممكن تعمل للبنك الاهلي، وافتكر كلامي، ممكن تعمل للبنك الاهلي مشكله في وسط الدوري وقريب مش بعيد. لان هو معتمد، هو بيعتمد على دي في الشغل بتاعه، لما بتتغير بيفرق معاها شكل الشغل. فهو علشان يعمل دي لازم يكون عنده حارس يشتغل برجليه كويس. جاباسكي مش عنده، محمد ابو جبل ما عندوش القصه دي، مش 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 احسن حد فيها. هل الحارس الثاني عنده الملكه دي ولا لا؟ طب ولو عنده الملكه دي، حارس كويس ولا لا؟ هتشغله وتقعد ابو جبل هتبقى مشكله يعني. دي ممكن وارد تكون تعمل مشكله للبنك الاهلي، الا اذا يغير من شكل اللعب بتاعه، انما شكل اللعب الاصلي بتاعه اللي هو عايز يعمله هيبقى صعب يعمله بجباسكي. فوز زد على الاسماعيلي في مباراه غريبه برضو. يعني بالنسبه للظروف بتاعه النادي الاسماعيلي تقدر ما يعني ما تقولش انها غريبه. احنا متعودين على الاسماعيلي من اخر سنتين بيبدا البدايات بتاعته صعبه. صحيح. دايما البدايات بتاعته بتبقى صعبه. صعبة علشان السكواد بتاعه مش كامل، السكواد بتاعه مش أحسن حاجة، قلة الموارد، أمور كثيرة يعني. لسه في هات وخد في النواحي المادية، واللعيبة لسه ذهنها مش صافي. في حاجات كتيرة جدا عند النادي الإسماعيلي غير الكورة، ودايما النادي الإسماعيلي لازم يحل كل حاجة بره الكورة الأول وبعد كده يخش في الكورة. إذا لم يكن فوز زد على الإسماعيلي مفاجأة بالنسبة لك؟ لا. لا، مش مفاجأة، لأنه ما إحنا شفنا الإسماعيلي قعد إزاي السنة اللي فاتت. وقعد إزاي، وأنا بقولها لك وأنا زعلان جدا. طبعًا. يعني زعلان جدا الإسماعيلي. كابتن إيهاب جلال يقدر يعمل إيه الفترة اللي جاية طيب عشان يغير من هذا الأمر؟ لأنه طب خلاص لو حضرتك بتقول كده يبقى يعني هيبقى صعب جدا. هو زي ما قلت لك لازم الحاجات اللي بره الكوره تتعالج تنتهي. صحيح. لو ما اتعالجتش وما انتهتش هنتني الموضوع زي ما هو. تجيب إيهاب بقى، تجيب حمزه، تجيب اي حد
هتبقى في. وبعده برضه في مشكله القصه دي، يعني انا مش عارف حمزه مشي ليه ومشي ازاي، برضه مش فاهمها. يعني هل حمزه اللي مشي وطلب يمشي، ولا هم اللي اتغيروا وغيروه؟ يعني بس كانت في الجنب بتروح والجنب تيجي، ما انا مش فاهم القصه يعني. دي برضه من الحاجات اللي ايه تخليك، ما هو دي برضه من الحاجات اللي ما فيهاش استقرار، ما بتعمل عشان تاخد قرار زي دوت برضه هياخد وقت عشان طبعا طبعا ما تتظبط الدنيا. هل بتعتبر فوز الداخليه على امبي مفاجاه؟ باللي انا شفته لا، برضه اللي انا شفته لا. اولا امبي فرقه، بس امبي ضيع جون كتير قوي. ليه؟ 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 لانه مغير السكواد بتاعه كله، كلهم تقريبا شباب صغيرين ولاعيبه درجه ثانيه. اوكي. يعني بس ده فكرتهم، او دي بقى لهم 3 4 سنين ماشي بهذا الشكل، يستحمل لغايه ما الدنيا تمشي، لغايه ما تمشي الدنيا. ما اصل انت مش ممكن اما تيجي تبني اي تيم يا اسلام، ارسنال هو بيغير الدم بتاعه، قعد سنتين ثلاثه في عمود موجود، في عمود موجود شغال، وقعد يدور حواليه، وقعد يدور من اللي حواليه وغير من اللي حواليه لغايه ما خلص التيم بتاعه كله، وراح نازل بالسكواد اللي انت شايف اللي احنا شايفينه دلوقتي. صحيح. فما فيش مشكله خالص ان انا على فكره مش ضد ده، بالعكس انا بشجعه جدا، بس لازم كمان في نفس الوقت اوازن، ابقى كاداره ابقى عارف ان ده هدفي، وما استعجلش الدنيا بقى. ما ابقى احطش ضغوط على المدرب والمدير الفني، وانه يبقى واقف على الملعب، واقف بره الملعب ماسك في استقالته في ايديه. امال ايه ماسك في عايز يشد في شعره، لان النهارده ضاعت جوال كتيره جدا، والجوال اللي ضاعت والفرص اللي ضاعت، يعني هو كويس بكرييت الفرص دي، انما طيب دول عايزين شغل وعايزين ثقه الدوري الممتاز، دي برده مش سهله، دي طبعا بتيجي بالماتشات وبتيجي بالخبرات. المهم بقى في الخبرات اللي هياخدوها من الماتشات ما تتاثرش بالنتائج بشكل كبير، يعني عشان طيب ما يعملوش نفس اللي حصل السنه اللي فاتت برضو. صحيح. البلديه بقى وفوزها على المقاولين، اعتقد ده برضو مفاجاه. لا البلديه بالنسبه لي مش هقول لك مش مفاجاه، مش هقول لك مش مفاجاه، انما البلديه عنده هو عنده تيم طالع بيه، هو المدرب اللي شغال بيه احمد عبد الرؤوف شغال تمام مع التيم بتاعه وطالع بالتيم بتاعه، وعارف هو عايز ايه ومش عايز ايه. يعني الوحدات بتاعته اللي غيرها في السكواد بتاعه هو عارفهم كويس جدا، حاجات بسيطه جدا. اللي زودهم وفي انسجام كامل في طريقه اللعب وفي التفاهم بين اللعيبه وبعضها، ده بان جدا النهارده، بان جدا وانا بتفرج على الماتش في الانتشار، وزي ما قلت لسه بقول لك على اللي في النادي الاهلي في التنظيم واعاده التنظيم. تنظيمه هو معاه كوره هايل، وفي اعاده التنظيم لما بيخسر اول ما بيخسر الكوره على طول بتبص تلاقيه بيدافع بشكل ايجابي جدا وجيد جدا، وبياخد الكوره بسرعه جدا. فرقه المقاولين النهارده كان في علامه استفهام كبيره جدا بالنسبه لي، اول ماتش في الدوري واخر 20 دقيقه تقريبا الناحيه البدنيه اللعيبه في حاجه في مشكله في كابتن شاوي كمان بيعتمد بشكل كبير ومدرب كبير على في قصه البتاع، لكن واضحه. انا اصلا ما اتفرجش على الشوط الثاني فما اعرفش، ما شكش في دي خالص، انما اللي واضح بالنسبه لي قدامي ان في مشكله، ان في مشكله بدنيه كانت في اخر 20 دقيقه. اوكي. وكانت باينه جدا وكانت واضحه جدا، وكانت مأثره على التنظيم المقاولين. التيم في المقاولين العرب خاصه، وفي الاخر كمان لعب ناقص عدد دي علشان الموضوع. صح. ده صح. سموحه والجونه بقى كانت مباراه حلوه برضو، 1-1 ما اتفرجتش عليها، تعادل يعني انا اتفرجت على شويه منها برضو، لان 1-1 كان سموحه كسبان 1-0 لغايه الدقائق 94 تقريبا، ضربه جزاء احمد بالحاج جابها للجونه. وخلي بالك الجونه برضو عامل، يعني انا الحقيقه سعيد جدا بمستوى زد والجونه والبلديه بجد، لان انا ما كنتش متوقع تحديدا بقى البلديه والجول. البلديه عندهم ميزه انه السكواد بتاعه تقريبا 90% من الهيكل بتاعه هو وده مهم. والجونه خلي بالك برضه ما هو عامل ايه؟ عامل اسماء
قد تكون جديدة معظمها، ولكن يعني برضو أسماء من الناشئين وقطاع الناشئين اللي موجود وأيضا من الدرجة الثانية مثلا. ما هو بص يا إسلام، هنا لما أكون أنا تيم شغال السنة اللي فاتت 30 ماتش 35 ماتش 40 ماتش مع بعض، صحيح، ده بيعمل بيعمل قوة ذهنية بين اللعيبة بشكل كبير جدا، وبيعمل قوة تفاهم بين اللعيبة وبعض، صح، وبين اللعيبة والمدرب، صح. لما أشيل بقى نص التيم ده وأجيب نص تاني وشغال في الدوري الممتاز وكل حاجة، لازم هياخد وقت علشان يبقى النص الجديد يتفاهم مع النص القديم، وممكن النص القديم يبقى زعلان النص التاني بتاع زمايله اللي مشوا دول كانوا كويسين. بتفرق كتير يعني الحاجات دي، يعني في ناس ما بتعملهاش حساب، لا بتعمل. يعني انا لما يكون جنبي اسلام الشاطر وشغال السنه دي كلها واحنا الاثنين شغالين مع بعض، واجي السيزون التاني انا ببقى موجود او اسلام موجود وانا بمشي، اسلام ممكن يتضايق شويه ان مجدي مشي، او انا اتضايق شويه ان اسلام مشي وجي حد تاني. بتاخد وقت على بال ما تخش التيم مع بعض، الا لما لو الحاله مختلفه، لو بص تلاقي التيم هو اللي طالع بنفس المدرب، والمدرب عنده قدرات جيده، احمد عبد الرؤوف مدرب كويس وعنده عنده عنده قدرات فنيه، وباين جدا النهارده الشكل التنظيم بتاع اللعيبه هايلين بصراحه، باين جدا 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 وقفتهم، وازاي بيتحركوا، وازاي تبادل مراكز، وازاي بيقفلوا الملعب وما معهمش الكوره. لا في 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 حاجات كانت بتتعمل كويسه جدا. توقعاتك لشكل المنافسه ايه يا كابتن السنه دي؟ والله السنه اللي فاتت كان فيوتشر بينافس، فاعتقد السنه دي هيبعد هيبعد شويه، الاختلافات الكتيره اللي حصلت في دي ممكن يبعد شويه. بيراميدز، الاهلي والزمالك هم هيتنوهم موجودين زي ما هم، يطلع بقى رابع مين في اللي موجودين حسب ما الدنيا حسب اللفة كده، حسب الدنيا ماشي. حسب الكراسي، ايوه الكراسي الموسيقيه، ايوه عشان ما حدش يفهمها غلط بس. أيوه. طيب ايضا الفريق اللي حضرتك شايف ان هو ممكن يعمل مفاجاه السنه دي، الفرقه اللي ممكن تعمل لسه مفاجأة. بدري طبعا، ولكن وجهه نظرك كده من البدايه. والله انا شايف، انا بقول لك انا تفائلت خير جدا لما شفت فرقه البلديه النهارده. البلديه عاجبينك يا كابتن؟ عاجبني جدا، عاجبني جدا. رؤوف احمد عبد الرؤوف عاجبك؟ عاجبني شغله جدا. وعندهم رئيس نادي برضو شاب يعتبر برضو ابن الحاج محمود الشامي، فبرضو من العيلة. نعم من العيله برضو. من العيله فيعني كل التجربه كلها شبابيه فلطيفه. طبعا بص، مهم جدا انه يبقى فيه تنسيق وتفاهم شديد جدا ما بين الاداره، اداره النادي والاداره الفنيه. عايز اقول لحضرتك حاجه، لما جبنا مصطفى الشامي اعتقد في اول ما كسبوا يعني، وبنبارك لهم هنا على الهواء، قال لي انا هحتفظ، ورئيس النادي، فقال لي انا هحتفظ بالجهاز الفني، الجهاز الفني ومعظم اللاعبين. صح، ده من اول يوم. طبعا خلي بالك يا كابتن، هو بص عارف ان هو مثلا امكانياته الماديه مش هيقدر يشتري، مش هيقدر ينافس زد حتى، ما هو بس الاداء اللي هو اداه اسلام في اثناء البطوله، اثناء الصعود، يحيله بانه لا يقدر يكمل بهذا الشكل على دول واشتغل بيهم. برضه يا كابتن الناس فاكره ان الدرجه الدوري المحترفين ده دوري قوي جدا. لا لا، ده هو دوري الدرجه الثانيه، دوري صعب جدا، صعب، دوري صعب جدا، الكره مختلفه فيه شويه، انما دوري صعب جدا. هنا بيفرق في ايه؟ بيفرق عند المدرب نفسه او المدير الفني ساعة اختياراته للعيبة، بيفرق. انت في مواصفات كتير بتبقى حاططها عشان اللعيبة بتاعتك، من اهمها الصفات الذهنية بتاعت اللعيب. ايوه، فالصفات الذهنية بتاعت اللعيب، لو انا وانا بختار في الدرجة الثانية بختار بوصفات ذهنية جيدة، ده هينفعني فوق وهينفعني تحت وهينفعني في كل حتة. ده ما خافش منه وما قلقش منه خالص. ليه؟ يعني ايه ذهنيه؟ يعني تحت الضغوط ما عندوش مشكله، ما بيستوعب، سريع الاستيعاب بتاعي، يقدر ينفذ اللي انا بقول عليه، ذكي مع تعامله في مع اللعيبه بتاعته، عنده ذكاء ملعب جوه الملعب. دي حاجات كتيره بتبقى المفروض انها تبقى متوفره في اللعيبه، او
بعضها موجود والبعض بيكتسبه من المدرب والماتشات. اسالك سؤال لطيف شويه قبل ما نقفل، يعني تتوقع مين اول اقاله وامتى؟ الاجهزه الفنيه وامتى؟ طب بلاش مين، امتى؟ امتى؟ ممكن بعد 6 أسابيع مثلا. ده انت متفائل قوي. السنة معقولة؟ خلي بالك السنة كده؟ ايوه السنة اللي فاتت كانت بعد الأسبوع الثاني كابتن ربيع ياسين أسوان. بعد الأسبوع الثالث. ثاني أو الثالث مش فاكر يعني. وده كانت حاجة برضه حاجة غريبة جدا لو تفتكر أيام. حاجة صعبة جدا. يعني أنت كويس أنت بتقول الأسبوع السادس ماشي. الإدارات لازم لازم تفكيرها يختلف شوية، ويعني تصبر شوية على الناس. أنا كنت كان عندي مداخلة في الشباب الرياضة من يومين تقريبا. وكلمنا في القصه دي، فقلت لهم بالمناسبه يعني يورجن كلوب على اللي احنا بنشوفه ده المفروض كان في ليفربول السنه اللي فاتت المفروض يتعمل كفته، يتحط في مكنه شاورما وقطعه منه ومع السلامه. من اول اسبوع لا ده الراجل قاعد وقاعد 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 وبيتشرط وبيقول ده هيمشي وده اللي هيقعد ومفيش حد بمنتهى الثقه اللي في الدنيا. صحيح. منين جايه له الثقه دي؟ الاداره. من الاداره. صحيح. فاذا يعني لازم نخلي بالنا، وهنا مش هيحصل ده اسلام الا لو الاداره نفسها هي اللي بتطلع وتحط. دي تفرق كتير جدا. امال مين اللي بيطلع؟ ما لا ما في يعني قصدي اقول يبقى الاونر بتاع النادي او الرئيس النادي يبقى اونر النادي او احد انت عارف المساهمين. مجالس الادارات دلوقتي في اوروبا كلها مجالس محترفه. صحيح. مجلس اداره بيبقى مكون من كذا حد وكل حد حاطط النسبه بتاعته خلاص واسهم ومكسب وخساره. بالظبط كده. صحيح. فدي من هنا هتبدا تبص تلاقي في اختلافات في الاداره. اما الرئيس مجلس الاداره اللي مش فارقه معاه الفلوس مش فارقه معاه. يعني اتمنى ان احنا نشوف، اتمنى ان احنا ننتظر للاسبوع السادس ان شاء الله زي ما الكابتن مجدي بيقول. ما نشوف عموما لو حصل حاجه قبل الاسبوع السادس هبقى كده. يا رب ما يبقاش لا سادس بقى مش قصدي احنا عشان احنا مش عشان المدربين تشتغل وتنتج. عايزين الناس تشتغل وتنتج. ولكن انا نفسي الناس يا رب يقعدوا السنه كلها ما حدش يتغير. بالظبط. يعني ده اللي احنا نفسنا نشوفه. امين. انا بشكرك جدا يا كابتن مجدي على وجودك معانا، بستمتع بيك دايما. حبيبي اسلام. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن مجدي طلبه. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري في ضيافة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة الأساتذة الكبار، الأستاذ جمال الزهيري. إزيك يا أستاذ جمال؟ أهلا بك. شرف ومنور. أيضا الأستاذ محمود صبري. إزيك يا أستاذنا؟ نور الدنيا. حلو. أنت وسلامة. طيب. إزيك يا أستاذ محمود؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ أستاذ جمال، أستاذ محمود، هبدأ مع حضراتكم وكالعادة بفوز النادي الأهلي برباعية في مباراة الأهلي والمصري أمس، وكيف استطاع النادي الأهلي أن يتجاوز الآثار السلبية؟ كان هناك إيجابيات طبعا في المباراة الأولى، ولكن الآثار السلبية للمباراة بعد هزيمتنا في هو الحقيقة أنه أنا وجهة نظري الشخصية أنه النادي الأهلي كان في مباراته كمان قدام اتحاد العاصمة قدم عرض كويس جدا. أوكي. لم ينقصه إلا إحراز الأهداف. إحراز الأهداف نعم والتوفيق. كانش موجود خالص مع النادي الاهلي، وبرده كان في اخطاء في التعامل مع المباراه مفيش كلام، لكن نقدر نقول ان الاهلي تجاوز كل هذه الامور امام المصري في بدايه او افتتاحيه الدوري العام، وحقق فوز كبير في تالق طبعا للوجوه المنضمه حديثا للنادي الاهلي. امام عاشور و رضا سليم أدوا بشكل قوي جدا في المباراتين الحقيقة، لكن كانوا أكثر توفيقا في مباراة المصري. إضافة إلى الكلام اللي بيثار على موديست، أعتقد أنه صعب قوي نحكم على مستواه وعلى أدائه، زي ما قال كولر حتى هو لغاية دلوقتي ما يعرفش أسماء اللعيبة إيه، يعني ما فيش مش واخد على الفرقة بالشكل اللي تقدر تاخد عليه ان هو يعني ده مستواه ولا مش مستواه الحقيقي. فاعتقد انه ان شاء الله يكون مع الوقت افضل بكتير يعني.
لكن هو طبعا 100% تجاوز أزمة خسارة المباراة الافتتاحية على كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة. ده شيء يحسب للاعبين وللجهاز الفني أنه حصل بسرعة، يعني ما أخدش وقت طويل. وده برضو اللي احنا متعودينه مع النادي الأهلي على طول، أنه زي ما بنقول الملفات كثيرة وسرعة الانتقال طبعا من ملف إلى ملف آخر ده مهم. بطولات طبعا، لأن انت عندك لو قعدت زعلان شوية هتخسر كذا بطولة. صحيح. فالمنافسة الحقيقية تقتضي من لعيبة النادي الأهلي ان هم اللي فات مات زي ما بيقولوا، يعني في اخطاء او في عدم توفيق في مباراة او في بطولة معينة، ده ما يمنعكش من مواصلة اللعب بقوة. بعد كده انت داخل كمان على دوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي اللي هو ما يقال يعني السوبر الافريقي، فما عندكش وقت تقف وتضيع وقت، محتاج على طول ورا بعض. استاذ محمود، مباراه صعبه، اختبار صعب للاهلي، اختبار لقدرات الفريق ومدى صلابته ووقوفه على ارض صلبه قدام منافس عتيد وعنيد في الدوري المصري وكمان عنده خلفيه احداث مباراه دور الثمانيه في كاس مصر المسيره واللي انتزعها الاهلي بصعوبه بالغه 2-1. بلا شك ان كل ده عمل ضغوط بالاضافه لخساره السوبر في ظروف يعني غامضه من وجهه نظري. المباراه كانت قويه جدا، قدر المدير الفني يجهز لعيبته نفسيا وكان ده شيء مهم جدا. ايضا مكاسبك فيها انه عناصرك اللي اضفتها للفريق كانت مهمه جدا، رضا سليم وكمان امام عاشور بالاضافه للعناصر القديمه كمان، استعاده بيرستا وبرده ودخوله في المباراه الشناوي ومجموعه العناصر، قدرت اللعيبه تلم نفسها بسرعه ما تستسلمش لحاله الانكسار اللحظي اللي تمت في الطائف. ده شيء من الحاجات المهمه جدا، ودي تبين على قيمه الفريق انه بيستطيع انه يخرج من مطب يرجع يعود له الصوره بصوره قويه جدا. هو ده الاهلي وهو ده جمهور الاهلي، والناس طالبه كده، انه موسم صعب، موسم هيبقى فيه تلاحم كبير جدا، ضغوط رهيبه جدا. يعني النهارده انت يعني بسم الله ما شاء الله بتخش من دوري تطلع على معسكر منتخب، هيبقى مباراتين في الامارات، تطلع من المباراه تروح على سبا التنزاني، عندك قبلهم مباراتين في الدوري الافريقي. فانا عاوز اقول لك انه كل دي الحسابات اكيد بامانه شديده تشفق فيها على مين؟ على الجهاز الفني وحجم الكبير جدا، عمليه التدوير والشغل والحفاظ وكمان الخوف من الاصابات، وكل ده شغل هيتطلب جهد كبير. ايضا كمان عمل الجهاز الاداري ومجلس الاداره ومن خلفهم الجمهور، كل دي هتبقى حسابات يا كابتن سام. فلا شك انه الفوز ب4-0 على منافس بحجم المصري ده من الدربيات الكره المميزه في الدوري المصري، لا شك انه طبعا ده عمل ردة فعل وخلى ناس كتير تقول كلام مش مفهوم، برضو فيها زيان بيتم كده بيحصل بعض الاحيان مش فاهمينه، وعاوزين نعرف هل ده ينطبق عليه التحليل ولا ينطبق عليه التشكيك ولا التقليل من الفوز ولا ايه اللي حصل. فانا عاوز اقول لك انه لا، فوز مهم، فريق دفعه معنويه، انك تدي كمان اشاره ورسائل من برج العرب عن الدفاع عن اللقب التاريخي بتاعك، اللقب انت بتبحث عن لقب 44، عاوز تقدم مستويات متميزه، بطوله صعبه، بطوله يعني هيبقى فيها لوغاريتمات كتير على فكره، لازم تبقى فاهم تلاحم قرب المباراه كل يومين وكل ثلاثه مباراه هتبقى صعبه، هتبقى هيبان هنا قدره وخبرات الاداره الفنيه في ان هي تتعاطى وتجدد الدوافع، وكل ده كلام لازم الناس تحطه في حساباتها. يعني ايه؟ في واحد لعيب ممكن يكسر لك الدنيا في ماتش واثنين وثلاثه، ممكن يختفي في ماتشين ثلاثه، يعني هتبقى ايه؟ مساله الدنيا رايحه جايه. الدنيا رايحه جايه، انت كل ما يبقى عندك ثبات وكل ما يبقى عندك تدافع عن فريقك وتحافظ على الشيء اللي بتجود اكتر وبتستغل. انت لو شفت يعني احنا لما اتفرجنا على المباراه شفت حجم الكوره الثابته اللي كانت للنادي الاهلي في المباراه من خارج الصندوق، دي حاجات من الحاجات اللي محتاجه انك انت ازاي تستغلها، اصل انت بكره ثابته ممكن تخلص الماتش. صحيح. بكورتين يعني عاوز اقول لك ايه؟ لا يعني انا شايف انه هيبقى في شكل كويس، اعتقد هيبقى في دوافع مهمه جدا للفريق، هيبقى عنده هدف كبير جدا والبدايه القويه مع استمرار وارتفاع الوتيره والكلام ده، وكمان حضور الجمهور. يعني انت النهارده برضو شيء كويس ان يبقى في 30,000 في مباراه سان جورج، اتمنى ان يبقى 30,000 دول في الدوري، نفسنا نشوف في الدوري 30,000.
صحيح يا جماعه، التصوير هايل، في شغل هايل بتعمل، بس اديني الجمهور. اديني الجمهور، عاوز اشوف، مش عاوز اشوف المدرج فاضي، انا عاوز اشوف الجمهور موجود منور الدنيا. هي على فكره مع هذا الشكل رائع هيعمل ايه؟ لو الجمهور موجود هتبقى الدنيا، هتبقى الدنيا كاميرات الواير شغاله، هتبقى شغل 10 10 هتبقى في روح. ادي الجمهور، الجمهور عايز روح، وانت حاطط كل لوائحك وتذكرتي عامله شغل 10 على 10، ادي الفرصه شوف. طيب بما اننا بنتكلم عن هذا الامر يا استاذ جمال، برضو في اطار التنسيق الواضح الحقيقه ما بين الشركه المتحده والنادي الاهلي، بينضم للنادي الاهلي رعاه جدد خلال هذه الفتره، اخرهم الشركه الشاي اللي انضمت على ظهر النادي الاهلي في قبل المباراه الاخيره. اعتقد نجاح كبير للشركه المتحده وتنسيقها وادارتها لملف رعايه النادي الاهلي مع طبعا اسم النادي الاهلي الكبير. طبعا هو يعني ده طبعا نجاح للشركه المتحده ونجاح لاداره النادي الاهلي في ان هم ازاي يستفيدوا لاقصى درجه من اسم والعلامه التجاريه للنادي الاهلي. صحيح. وده بيبقى رد دائم على من يطالبون بالمساواه. يعني المساواه ممكن تبقى في حاجات كتير. مساواه في الظلم عادل. لا يعني ممكن المساواه في الظلم عادل. في الظلم مش في الرعاه. بس المساواه في الرعاه مش عادل. طبعا. ولذلك كل واحد لازم يشتغل على انه يعمل اسمه ويعمل العلامه التجاريه بتاعته اللي هي طبيعي هتجيب له الشهد زي ما بيقولوا. لكن بس بشتغل الاول بقى، مش في يومين يا بالظبط. يعني ده شغل سنين وعرق وتعب يعني. على مدار سنوات طويله زي ما الاستاذ محمود بيقول، سنين طويله نشتغل عشان نوصل لهذه المرحله. ويمكن ده هذا الاقبال من الشركات الراعيه على حجز مكانها على فانيلات النادي الاهلي، ده دليل جديد. ها يعني خلاص انت بدات الموسم، يعني كان ممكن الناس تقول لك بقى نستنى شويه. صحيح. ما زالت العروض بتنهال على النادي الاهلي ولسه فده دليل كويس جدا. عندك معلومه يعني يا استاذ محمود ولسه؟ لا لسه يعني يعني بص لك، مش خسرت لقب؟ مش كان كفيل يقول لك لا ما رايحينش؟ لا اسالك سؤال، لا بحسابات التفكير بتاعت الناس الثانيه. بس حسابات التفكير في بعض طبعا بيفكر بهذا الشكل، اللي هو الناس اللي ما عندهاش يا استاذ محمود. يا استاذ محمود ده اتنين كانوا بيتكلموا مع بعض امبارح بعد الماتش. ما انا برضو دي انا عايز برضو اسال راي حضراتكم. يعني صحفيين كبار، مش نقدر قديم، بس انتوا صحفيين كبار وليه كل واحد فيكم ليه اسم يزلزل يعني انا برضو عايز افهم. هو انا عايز اطلع بمحتوى، فانا معايا تليفون وقاعد بتفرج على ماتش الاهلي والمصري امبارح. الشناوي طالع هو ومحمد عبد المنعم ماشيين بيتكلموا، قام واحد مصور الموضوع وحطه على السوشيال ميديا عشان وقام جاي كاتب خناقه محمد الشناوي مع ما هو ده على محمد عبد المنعم. هو ده الطريقه الوحيده. طب ايوه، لاثاره يعني ايه؟ وبعدين انا هفضل كده وانا هفضل كل يوم اطلع ارد على حاجات. عجبني ان اداره النادي الاهلي برضو ماشيه في الاطار القانوني، انها توجهت الى المجلس الاعلى للاعلام لمتابعه مثل هذه الامور اللي بتشكك او بتعمل مشاكل مع بدايه الموسم. ما هو انت النهارده فريق ماشي زي الفل ان شاء الله، وعنده بطولات كتير، ما عندوش وقت، وعنده بطولات يدافع عنها، ما عندوش وقت ان هو ترد على المشاكل اكتر من ان كابتن خالد بيبو طلع برضه نفي طبعا واضح وصريح للمشكله اللي تم اثارتها حول برضه صار. انا كم اشاعه لغايه دلوقتي يا استاذ جمال؟ كتير. احنا لازم نرصد الاشاعات. ما هو انت بقى هتفضل طول ما انت شغال هتلاقي الناس اعدالك. لا بس انا اقصد ان في حاجات يعني يا استاذ جمال تبقى ممكن يبقى في دخان اللي هو يعني حد ايه مسك في حد اتكلم معاه على فكره فيها سبب يعني. لا بس على فكره ده كويس، ده طبيعي ان ممكن جدا تحصل مشادات. ما احنا ايام ما احنا كنا بنلعب يعني مع احترامي الجيل اللي موجود طبعا جيل على هايلين ورائعين وكل حاجه، ولكن احنا كمان الجيل بتاعنا لما كنا بنلعب كان المجموعه كلها بتلعب مع بعض من واحنا عندنا 14 سنه 15 سنه في المنتخبات لغايه واللي راح هنا واللي راح هنا، وبعدين كلنا معظمنا بقى قاعد في النادي الاهلي مع بعض. ففي الاخر وكانت بتحصل مشادات ما بيننا وما بيننا، ولكن ده طبيعي. اول امبارح اول امبارح مانشستر يونايتد غلب من برايتون ثلاثة دخلوا مسكوا بعد الماتش، مش عايز اقول لك اربع لعيبه طحنوا بعض. ايوه ده احنا لا ندعو لمثل هذا الامر، ومش ان هذا الامر غير صحيح. ممكن الغضب او الحزن على نتيجه معينه يخلي انا اقصد اقول لك انه
اللي بيتقال من الإشاعات خلال الفترة اللي فاتت بيتجه لاتجاهات غير صحيحة. وما حصلتش. هدف واضح. الهدف واضح. يعني طبعا طبعا هدف طبعا. واضح. ما أنا لازم أعمل لك مشكلة. الفوضى. أنا لما أطلع دلوقتي مشكلة إمام عاشور وادعي فين. إذا كان هناك ادعي صح. برضو من الذكاء اللي عمل التركيبة. عملها إيه؟ تركيبة إيه؟ 10-10. أنا بقول إنه حصلت خناقة. فما فيش رد فعل. واروح اعمل الحد الفقره الثانيه الاهلي يجري تحقيقا على من سرب الخبر. ذكاء الاولانيه الاولانيه وبكمل لك بالثانيه طبعا. الاهلي لم يتوصل وغرامه مش عارف. انا عبد الرتب بعمل لك ايه؟ انت ملاحظ كابتن اسلام قدام حمله ممنهجه. لا واختيار الاشخاص عملنا هنا. انا بكلم الحمله دي اختيار اللاعبين. ما طبعا كهربا. ما انا اخترتك على مين؟ عاشور. ما هو اختيار لازم يبقى. وكهربا طلع فين يا فندم؟ يعني ساعة الفيلم اللي اتعمل انه تعلم الغرام مش كان بيعمل عمره؟ وانا غلطان. كان بيعمل عمره واجيب صور قديمه. طيب هنا دور المتابعه وعدم الاستهانه بشكاوى النادي الاهلي من الهيئه الوطنيه. كلام من المفترض صح؟ انا بكلمك وعدم الاستهانه لابد من التحقيق والتفحيص والبحث عن التليفون وعن صاحبه وعن اللي عمل الصوره وتركبه وحطها في المنطقه دي. ما سهل ان انا اجيب الكلام ده واجيبه ووجه وعاقب وحاسب. ليه؟ انت كده بتدي بتفتح باب لانه اي حد يستطيع انه يستخدم حاجات تانية يعمل اللي هو عايزه فيها في اطراف تانية. عشان كده بقت ما بقتش كمان داخله على الرياضه بس يا كابتن اسلام، ده الامور تدخلت على ايه؟ على الـ يعني التكوين الاسري المجتمع. بدانا عندنا حاجة محيرة وعندنا في خطأ في المجتمع عندنا التلذذ بالحاجات اللي زي كده. صحيح. البحث عن الشواذ من الأمور من القضايا من الهدف. لابد يكون هناك رفض مجتمعي. احنا مش بنبحث عن المثالية. ما خلاص لا الدنيا خالص. مختلفة بس أنا عاوز أقول إيه؟ احنا مش عايشين في المدينة الفاضلة. لابد من بكلمك لابد إنك أنت بأسلوب أو بآخر بتحمي فريقك. صحيح. بشكل وبتتصدى لمثل هذه الامور وتقضي عليها مبكرا والرد يكون عنيف في اوقات معينه من باتجاه هؤلاء الباحثين والساعين دوما عن اثاره البلبله والشك وان انا اعمل ضجه وان انا احط نفسي في الصوره وانا مش مختفي واطلع. يعني عايز اقول لك ايه؟ خلاص الاهلي زي بقول لك اتعود على خلاص. فعشان كده انا بقول لك ايه؟ هو ماشي ماشي مكمل وسايب دول عمالين ينادوا على الخط مش مشكلتي. بس ايه؟ وانت ماشي لازم تاخد بالك لان هو بيحط عليك ضغط وبيشكك وبيعمل لك مشكله برضه من جوه. صحيح. كل ما انا احط اتكلم عليك لا والاسماء اللي بتعمل كده معروفين وانا مس استقرارك. ما انا بكلمك لابد من مواجهتهم ومواجهتهم قانونا يا استاذ جمال. زي ما انا بقول لك اهو لابد من. عشان كده بقول لك الاهلي بيلجا لابد من اصرار والضغط على الهيئه الوطنيه للاعلام برأس استاذ كرم جابر. لابد من اتخاذ موقف يا جماعه مش هينفع كده. حتى لو انتوا فاكرين انها رياضه والامر لكن الامر في النهايه زمان يا استاذ محمود علمونا مشاكل كتير. زمان علمونا انه لما اكون عندي خبر لازم اقوله بتفاصيله الكامله وكمان اقول مين اللي قاله. انما ما ينفعش اقول ايه اول ما تلاقي يقول لك مصدر ما ينفعش اقول لا مين. اول ما تلاقي خبر اه طبعا اول ما تلاقي خبر مجهل تبتدي تعد صوابعك. ليه؟ لان الموضوع بيبقى فيه ما هو سهل قوي ان انا اقول لك ده ايه مصدري الخاص كله محدش يعرفه اللي هو عفريت. يعني يا استاذ جمال اللي هو عفريت العفريت ده هنسميه العفريت. أيوة. العفريت ده في كل انا اسف جدا في كل الناس كل ما تيجي تتكلم مع اي حد من اصدقائنا واخواتنا الصحفيين يقول لك ما هو كابتن مصدري مش هقدر. معلش ده استغلال لحاجه كويسه. يعني انا عندي ميزه ان انا لما اكتب خبر ما حدش يسالني عن مصدري. ده مش معناه بقى ان انا استغل النقطه دي لان انا اقول اخبار كاذبه. طبعا في فرق. طبعا طبعا يعني يبقى الخبر له اساس. صحيح. هو ده اللي انا بقوله. بالظبط. ان يبقى الموضوع فيه حصل. عشان كده بقول لك يبقى حتى في دخان. بالظبط. اللي هو يودينا للنار. لا هي دخان لكن ده لم يحدث. هو دخان في مخيله مؤلفه. لا والغريب انه كنت الشيء المؤسف انه البعض استغل هذا الخبر. صحيح. يعني معروفه صح وقعدت تروج ليه بصوره او باخرى ظنا منها انها يعني انتقاما من الاهلي. كل واحد من الطرف الاخر بيحاول يحط نفسه يا جماعه طب انت هل سالت يعني هل انت فحصت في الموضوع انت كصحفي او كمتابع دورت على اساس هذا الكلام جبته؟ ما تقوليش اصل انا عنده مصدري. لا يعني انت عاوز تقول لي انك انت عندك مصدر داخل النادي الاهلي
لا بس يا ريت تقول لنا مين بس هم عشان احنا مش عاوزين نعرفهم. اطلع بس قول واحد بس يعني مين اللي بيديك يعني مثلا الكلام ده وكنت قاعد جوه ودخلت في زي ما انا قلت لحضرتك طلع كلمك في التليفون وقال لك والله حصل كذا كذا وبعدين قال كمان بيفتح يعني انا عايز استغرب جدا لما يبقى مثلا ايه كابتن خطيب قاعد مع كابتن محسن وكابتن زكريا خلاص ويجيب لك خبر من القعده ويجيب لك وهم لسه قاعدين فوق يقول لك ايه ان لجنه التخطيط اختارت محمود صبري مثلا او جمال الزهيري فاهم لاي حاجه هم لسه الناس قاعدين فوق اولا لا كابتن بيتكلم ولا كابتن محسن بيتكلم ولا كابتن زكريا بيتكلم ولا بيطلع يتكلم في حاجه الا لما بتبقى من خلال الرسميه طبعا انا بقعد اقول يا اله الا الله مش في رد يعني هو ده عرفوا منين الخبر ده مش فيه خبر خاطئ اقصد مش في نفي طلع على لسان كابتن خالد بيبو ان مفيش عقوبات على صحيح كهربا و كلام كاذب وان هو سير مفيش اصلا حاجه حصلت عشان يبقى فيه طيب ما انا بقول لك هل هناك توضيح اكتر من كده لا الناس بعض الناس خدت هذا الكلام اللي هو خبر النفي وبتسال احد الزملاء ايه كواليس اللي عندك عن الموضوع ده ما خلاص ما يعني في خبر طلع انا مش هو كل واحد حر يعمل اللي عايزه في مجال كل واحد حر ما هو كل واحد حر عندي يعني ايه يعني هو حتى حسام ساعتها الراجل المحترم والناقد زميلنا حسام زايد عمل ايه قال يا جماعه لا ما هو في بتاع لا في خبر يعني طلع رسمي لا في نفي يعني رسمي من النادي الاهلي لهذا الامر لو النادي ساب الموضوع وما ردش انما ده طلع نفي وطلع خبر فعلا طيب ما حتى بعد ما النفي طلع والناس بتتكلم ما اسالكش بقى ايه الكواليس ما الكواليس ايه الهدف واضح يا استاذ جمال احنا ليه بنرفض دول هو على فكره انا هدفي كهربا وهدفي امام عاشور ازاي يضربهم اعمل لهم مشاكل هو على فكره كلام استاذ محمود صح ليه لانه انا هدفي واضح هي كل الاخبار دي طالعه من مين من مصادر واضحه او من ناس واضحه عارفين هم ما بيشجعوش النادي الاهلي وما بيحبوش النادي الاهلي طول عمرهم هيفضلوا ما يحبوش النادي الاهلي لغايه لما يعني لكن انا اقصد اقول لك ايه انه يعني مثلا ده لو مثلا طالع من حد حتى ما بيشجعش الاهلي ولا بيشجع يعني لكن انت معروف ممكن اللي قال الكلام ده معروف هو مين واللي قالت الكلام ده هي معروفه هي ايه بتشجع ايه وبتحب ايه وده بيشجع ايه وبيحب ايه بالظبط فانا اقصد اقول لك انه في الاخر هو من الواضح ان الغرض واضح من الواضح ان الغرض واضح طبعا هو لازم يتقال له كفايه كذب يعني ايه خلاص اتكشفت ما تحاولش تبرر والبعض يحاول يبرر انه انا مشيت الصحافه على فكره بالظبط مش الاصرار يعني بالزبط. انت عندك حاجه ماشي لو في نقد الحاجة انقد ما حدش قال لك ولا حد يقدر يعترض عليك بس عاوز اقول لك ايه البث والبحث عن الفبركه وادعاء العلم بالاسرار لا مش صعبه لو جدا عندك وبلاش يقولوا وبلاش ايه صحيح تقول وانت يعني الناس في يا جماعه مش هينفع والناس فاهمه وواعيه لكن طبعا الهدف ايه الهدف واضح زي ما قلت لك النيل من الاستقرار بضرب مين انا دلوقتي عارف ان امام عاشور مهم وازاي والناس شايفه فهضربه ازاي هسيبه كده ولا اطلع عليه اخبار انت لسه ما شفتش حاجه احنا لسه في بدايه الموسم لسه مش ده اول ضربه عارف لو امام عاشور عمل كده في الملعب عارف لو بص بيعمل ايه بص انا بكلمك اهو وهتبقى قصه عارف لو كهربا بقى مثلا صدر منه مثلا تصرف مش فيلم بفيلم طب لو حصل حوار ما بين عبد المنعم والشناوي تاني يعني مش هنخلص ما هو انا بس دي مش هنقدر نتحكم فيها لان كل واحد قاعد مع التليفون وبيعمل كده وبيطلع يقول لك اصله ماسكين في بعض وعاملين في بعض عموما اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين طيب بما اننا بنتكلم عن حاجات جيده بتحصل يعني محتاجين ان احنا برضو نتكلم عن حاجات جيده بتحصل زي اللي بنشوفه في النقل التلفزيوني مثلا زي ما قلت لحضراتكم وزي ما كنا بنتكلم ان النقل التلفزيوني الحقيقه يعني تخيل حضرتك الصوره دي لو في جمهور تفرق كتير يعني بقينا ناخد لقطات من درون ومن واير ومن حاجات حلوه جدا ولكن تخيل لو الصوره دي كلها مليانه جمهور كان ايه اللي حصل لا الوضع مختلف يا ما هو ده عنوان البطوله بتاعتك يعني التصوير حلو والدنيا حلوه اقول لحضرتك اهو انت عنوان يا جماعه برضو الناس مش واخده بالها الجمهور محتاج تقدم له حاجه كمان عشان يجي يعني برضو الجمهور انت فاكر ان الجمهور مثلا يعني كمان محتاج ثمن التذكره نفسه محتاج مراجعه تخلي حتى للطلاب اللي في كذا وتديها اسعار برضو تدريجيا تساعد حتى على الجمهور الجمهور احنا وقفنا عند 5000 وفي واحد من تصريحات الاستاذ احمد دياب قال لك ان الوضع هيبقى ايه يبقى يعني 50% من ساعه الاستاد يا جماعه المباريات الجماهيريه ضروري جدا يبقى فيها تواجد جمهور ده لصالح اللعبه للارتقاء بالمستوى للحماس
ما ينفعش انت تعمل لي عرض مسرحي مفيش جمهور، الفنان مش هيطلع، لعيب الكوره مش هيطلع، مش هيبقى عندك لعيب عنده خبرات او حكم عنده خبرات او الكلام ده كله الا من خلال ايه؟ من خلال جمهور موجود في الملعب. احنا مش اقل من اي حد، احنا عندنا امن وامان وعندنا كل شيء، الاجراءات تم اتخاذها بصوره جيده والناس عندها وعاوزه تروح وعاوزه في ظل الظروف عاوزه تروح تتفرج على ماتش، عاوز يتابع، عاوز ياخد اسرته. انت برضو مطالب من خلال انك انت كمان الرعاه الموجودين في الدوري وكمان يعملوا خدمات يقدموها للناس، يعني ادي فرصه للناس كمان تيجي عشان ما لازم تدي حاجه برضو عشان تسهل له المساله. فاعتقد مع التطور الملحوظ بامانه وبحياديه تامه، نقل اللي احنا كنا بننتظره وشايفين وعاوزين نشوفه شفناه. عاوزين اللقطه تكمل عشان الصوره عايزين الجمهور. عاوزين الجمهور. كان النائب احمد دياب اتكلم في هذا الامر وقال ان احنا هنزود عدد الجمهور خلال الفتره هي القادمه. هي الحقيقه برضو يا نقطه الجمهور شويه يمكن امنيه اكتر منها. يعني انا متفق تماما طبعا مع كلام الاستاذ محمود في انه ضروره وجود الجمهور حقيقي. انما انا بشوف ان التقنيات اللي واخداها شركة تذكرتي تشجع على ده، يعني تشجع على اتخاذ خطوة مستقبلية ولو متدرجة. يعني صحيح، زي ما بنقول مثلا بالنسبة للمباريات اللي طرفها فرق أفريقية في 30 و35، يعني الأهلي تم الموافقة ل 30,000 على أساس إن هي جمهور نادي واحد اللي هو النادي الأهلي. صحيح، لكن في أندية كتير برضو ممكن جدا تعتبرها، مش انا مش اقصد كده، ده معنى مجازي، يعني تقدر تعتبرها افريقيه، يعني فرق ملهاش جمهور. اه طبعا انت فاهم قصدي يا كابتن. ده غالبيه انديه الدوري هم خمس انديه بس اللي عندهم جمهور، بغض النظر عن خمس انديه دول، يعني اهلي، زمالك، مصر، اسماعيلي، اتحاد. بقيه الانديه كلها افريقيه، يعني ما عندهاش جمهور. بعتذر عن التعبير ده، ده بالعكس ده تعبير لطيف لطيف. هو طبعا، لكن طبعا هو هو معبر يعني عن ايه؟ انه انت بتتكلم على انه ما يبقاش في احتكاكات جماهيريه، خلاص يبقى في لجنه داخل الشركه تقيم، او لجنه في رابطه الانديه تقيم مدى جماهيريه المباريات، بحيث انه لو في امكانيه تزود عدد الجمهور، لو انت قلت مثلا الجمهور هيبقى 20 و20، لو انت قلت 20 لنادي ما مش هيعرف يجيبهم، يعني مش هيبقى عنده 20,000. ما عندوش طبعا. انا بتكلم بمنتهى الصراحه طبعا. ولذلك يبقى لازم في تقييم لمدى جماهيريه الفرق اللي بتلعب، فتزود انت في ايدك القرار. يعني تخيل ماتش الاهلي والمصري ده لو انت بتلعب في الاستاد ومليان طبعا. وعلى فكره العدد لو زاد شويه في الاستاد اللي احنا شفناه ده مش هيبانه. صحيح، وبعدين هيبقى فاصل 20,000 مش هيبان، لا هيبقى فاصل، يعني هيبقى فاصل لما اللقطه اللي حضرتك قلتها. بس على الاقل صوتهم هيبقى يعني طبعًا. انا دايما بشوف ان الجمهور مش انا لوحدي. اللقطه دي يا كابتن اللي انت جبتها بتاع الاستاد، هتقلنا تاني يا برجي، بتاع المدرج دي، المدرج الاستاد من فوق الدرون، اهي واضح جدا ان شايف الجمهور رائعه وجميله وكل حاجه، وشايف الجمهور حجمه قد ايه. يعني انت لو مليت، لا لو مليت الساعه اللي هناك دي كلها والساعه اللي هنا، هيبقى في بينهم فاصل فدادين كبير، فدادين يعني عشان حد يوصل الناحيه الثانيه. اتفرج بقى على ايه بقى؟ مساله صعبه جدا. لا لا، اتفرج على سيمبا التنزاني وانت هتلعب معاه الساعه 4 العصر في افتتاح ايه الدوله. فشوف بقى الجمهور بيبقى عامل ازاي. على فكره بشوفها مشهد مشهد ايه، مشهد مرعب، مشهد كبير جدا. فاللي انا عايزين اقوله يا راجل، يعني انت عندك فرصه الجمهور، طب اعمل تذكره لطلاب المدارس، واعمل تذكره لطلاب الجامعات، صح برضو اسعار، واعمل تذكره للاسر. يعني حط الحقيقه افكار، وعلى فكره اداره تذكرتي منفتحين لمثل هذه الافكار. ما لازم تعمل حاجه تجيب الاسر، يعني انت لما رجعت والناس شافت هتجيب ناس، هتبقى فسحه. يعني برضو حسيت مثلا اعمل حساب ان هو هياخد فسحه ليل الساعه 4 معلش، انا بكلمه ورايح الماتش وهياخد تكاليف في المسار ومش عارف مين، وهياخد اكل وهياخد مش عارف مين، اديله الحاجه ها اللي هو تشجعه ان هو يروح يقضي يوم جميل. يعني اعتبرها فسحه من التعاون من على الباب من الشغل، وانك انت اهلا وضيف عزيز وجودك مهم جدا بالنسبه لي. دي كلها افكار، كلها دي افكار يجب دراستها. يعني احنا هنا مش بناخد قرارات، لا لا، احنا هنا مجرد ان احنا بنقترح وبننوب عن الناس في كلامها، بننقل نبض الناس للشركه المنظمه. فيا ريت كل الافكار دي تدرس ويعاد النظر ولو بشكل تدريجي
زي ما قلنا كده في ماتشات معينه ممكن يبقى عايزين نفتح القضيه دي يوم الاثنين اللي جاي يعني لزملائي في لان مهم نتكلم فيها لان نتكلم هنتكلم عن النقل هنتكلم برضو عن حاجات ايجابيه النقل التلفزيوني بس حاجه بقى في النقل التلفزيوني حكايه الاختصارات الانجليزيه لا ده جرافيك ده ملوش علاقه بالنقل بس دي عايزه برضو ده ملوش علاقه بالنقل هم راعوها النهارده بقوا يكتبوا شويه عربي وشويه انجليزي لان انا ممكن اكون مش قادر اعرف يعني لو قدرنا نجيب مثلا اعتقد ان ده بيبقى رابطه الانديه الجرافيكس دي بتبقى رابطه الانديه عايزين نسال رابطه الانديه ايه الفكره ممكن يكون عندهم فكره تقتنع بيها على فكره لا ما هو مثلا معلش انت هتيجي تقول طلائع الجيش مثلا لا يعني انا مثلا جي. انا ما حدش هيعرف ان ده طلائع الجيش يعني ممكن ايه انا اتسالت النهارده على فكره يعني حد ملوش في الكوره خالص جاي يسالني فدخل لي هو داخل البيت كده فبص قال لي هو مين الفرقتين اللي بيلعبوا ايوه طيب ما ده ما انا 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 عارف ده على فكره حصلت حاله من الجدل على على السوشيال ميديا على السوشيال ميديا والناس كتبت عنها لازم تساعد المشاهد محتاجه بامانه شديده يعني ايه محتاجه نظره لانه فعلا انت النهارده جابوها يعني مثلا دخل اول ماتش النهارده الساعه 4 كانت داخليه بنبيو احنا قاعدين في الجورنال وفي الشغل ودخلت مين يا ايوه بالظبط كلنا احنا عارفين الجدول استنى شويه لما نشوف عملوها في الشوط الثاني اداك ايه دقيقه كده راح جاب لك ايه الداخليه وغيره يعني اديني برضو حته عربي اديني حته عربي يعني مثلا اي حته عربي لا على فكره وانا بتكلم بالعربي حلو على فكره على فكره لا لا على فكره ايوه لكن انا انت عارف انا اللي يهمني ايه مش ان انا انجليزي ولا عربي وجهه نظري ان انا اعرف ايه الفكره يعني هستفيد ايه منها يعني هتوصلني انا حاطط الفكره بتاعتي في ايه الجرافيكس بتاع الموضوع يعني احنا بنيجي نعمل جرافيكس نروح لقسم الجرافيكس يا جماعه احنا عايزين فهو يقول لي ايه فكرتك اقول له انا عايز اعمل كذا فهو يبتدي يشتغل على هذا الموضوع ففي فكره اكيد طبعا ايه الفكره في ان انت تعمل تي جي اللي هي طلائع الجيش يعني ايه ما احنا عايزين نفهم يعني فرانكو اراب ده نعم فرانكو ارب مش عارف ما انا لازم يعني تاخدها انا محتاج كلها يا تاخدها بقى حد يقول لي لا لازم اللوجو على فكره الشعار. انا ممكن اقتنع بالكلام لازم الشعار لو حد يقول لي معبر لازم يكون معروف للمشاهد يعني انا ما اجيش النهارده مش كل الناس عارفه شعار امبي مثلا مش كل الناس عارفه شعار الناس عارفه شعار الاهلي عارفه شعار الزمالك حتى على الاقل يا كابتن اسلام يعني انت عاوز تنشر هذه الفكره انشرها تدريجيا برضو مثلا يعني ما تجيش كده ايه لا يعني تعكس اعكس اللي عملته انت النهارده هو العربي وتاخد شويه انجليزي لقطه عربي وبعدها انجليزي الناس تاخد على لا 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 انا شايف انه وجهات نظر خلي بالك هي وجهات نظر انا كامل احترامي ان هم في حاجات كويسه معموله في حاجات كويسه هايله ايوه حاجات هايله طبعا قربنا محتاجين حته الجمهور محتاج يتعمل فيها خاصه المباريات الكبيره جدا صحيح. لازم تفتح للجمهور فيها يعني الانديه اللي عندها شباب الى ما الاهلي اذا كانت أفتح الامور امنيه أفتح تسمح يعني بذلك سؤال يعني انت لما تقول لي هفتح 40,000 مثلا في ماتش الاهلي والنصر انت تتوقع انه يجي لك 40,000 تتوقع انت يا عم سجلوا بسهوله ممكن يبقوا 80 ما انا بكلمك ما عشان كده لازم دراسه هتقدم ايه مثلا لازم دراسه هتبقى الناس حساباتها ايه لما يبقى الماتش في القاهره حاجه وفي برج العرب حاجه وبرضه في برج العرب المسافه والكلام ده لما تبقى مثلا الزمالك وبيراميدز لا ما هو انا مش عايز اقول ما هو انا مش عايز اقول 40,000 متفرج ويجي لي 30 او 20 او 10 انا عايز بقى اما اقول 40 يجي لي 40 ما انا بكلمك ما انت اكيد ده إيه انت برضه لما تيجي تقول 40 برضه تحط انت كراجل بتاع تسويق وبتاع والكلام ده لازم تدي للجمهور برضه ما انت لازم برضه الجمهور تقدره برضه طيب. هو اللي جاي لك مثلا وعايزك ده وانت بتقول له التذكره مثلا ب 200 و250 و300 و400 كتير برضه اديله الشباب اللي عاوز يروح هو واصحابه هيقدروا يدفعوا مثلا لو في التذكره يدفعوا 50 احسب حساب هياكل ازاي وايه المصروف ازاي يعني برضه يعني ادي ايه باكج وتدرس باكج يعني ايه رغبه عشان كمان يجي يعني هو ده اللي احنا بنتكلم عليه انا بس عايز برضه اسال حضرتك طبعا لسه بدري ولكن البدايات مبشره اعتقد بالنسبه لل لل, لل... للتحكيم منظومه التحكيم اه طبعا باستثناء خطا او اثنين من كابتن ابراهيم في اخطاء لكن كتير ممكن تحصل وما تبقاش مؤثره يعني احنا لا نتحدث عن الاخطاء غير المؤثره في اخطاء اوت اخطاء كرة فاول الكوره فيها حتى الاخطاء المؤثره حتى لو اهداف يعني لكن في اخطاء قاتله الاخطاء القاتله نحن ضدها مليون في الميه حي. وبالنسبه لجميع الفرق يعني ما تجيش تغلط في ضرب الجزاء ما تجيش يبقى ليك ضرب الجزاء وما تحسبهاش ما تجيش يبقى هي اللعبه مش ضرب الجزاء وتتحسب طيب. خصوصا يا كابتن اسلام مع التطور برضو التكنولوجي الخاص بالفار طيب. يعني انت عندك مساعد مهم جدا بإعادة مش مساعدة إعادة يعني بالظبط كده انت وقفت الجيم
لغايه ما الحكم يشوف ويبص وتبقى براحتك. لا وفي عيون ثانيه في الفار هي اللي بتقول له ارجع شوف. يعني استاذ محمود تقييمك برضو مستوى بيريرا بالنسبه بقى لكلاتنبرج. انا ليه بقول كلاتنبرج؟ انا من وجهه نظري ان افضل مرحله للتحكيم في مصر كانت مرحله وجهه نظري. خلاص ما احنا موضوع كلاتنبرج قلنا خلاص عمل ازعاج ودخل في عش الدبابير. مقارنه بيريرا بيه بقى احنا دلوقتي يا عم بيريرا ربنا يديه الصحه وبارك لنا في عمره طلع عمل مؤتمر اخير اهو قال السنه دي ده الدوري المصري مفيش حكام اجانب 10 على 10 ماشي 100 100. ومش هقول له هتحاسب اللي بيخطئ ازاي يعني ضربه جزاء اللي في زد ده اللي انا بقوله. كابتن ابراهيم نور الدين ربنا يديه الصحه ويهديه ان شاء الله ويوفقه في اللي جاي. حد يقول لي ضربه جزاء ازاي يعني برضو ماشي يا عم مش هنقول ان القرار اتخذ في سنه لكن عندك حكام الفار قاعدين وشوفوا وبتاع. الخوف انه يتحول تدريجيا الحكم الى العوبه في يد حكم الفار في البروتوكول. الخمس حاجات اللي هم او الثلاث حاجات المهمين اللي بتدخل فيهم في لقطات مهمه جدا اللي هي ضربه الجزاء والاوفسايد والهدف يعني الحاجات والتسأل الكلام ده في البروتوكول. انا عاوز اقول لك ايه انه لابد للحكم لانه هو سيد الملعب وقراره هو الاول والاخير. يعني ممكن اللي يقول له فودان ودي ضربه جزاء انه ما ياخدش بقراره وياخد قراره ويمشي يا كابتن اسلام. احنا منتظرين مش هنضغط على التحكيم من صالحنا يبقى عندنا اطقم تحكيميه مميزه عندها خبرات. هنشوف لسه الموسم يعني انت لسه اسبوع واديك هتقف وعندك حاجه تانية لا هتكمل. مش هيبقى حكمك مسبق غير لما تشوف ايه ثلاث اربع اسابيع بالظبط كده ورا بعض كده وتشوف المشهد عامل ازاي. هتشوف هل في وجوه جديده طلعها الرجل وهيقدمها ولا الوضع زي ما هو يعني نفس هتبقى موجوده في نفس الحدود. لابد كمان يتفادى لو اي حد موظف او مسؤول له علاقه بيبقى شغال في مكان ويبدا يحكم في الدوري برضه لابد الكلام ده يتحط في الحسبان يبقى موجود ومطروح والناس عارفاه. محدش دلوقتي بيخبي عن حد كل واحد عنده صفحته قاعد على الفيس قاعد كله بيقلب ودوروا الرجاله جاهزين محدش يستنى. فانا عاوز اقول لك ايه البدايه لسه احنا بكره معانا الاسبوع هيكمل هنشوف ما كملناش اسبوع لسه بس يعني نفسي بس نقول يعني يا جماعه ما انا لسه لا انا بتكلم على نفسي انا يعني انا باستثناء يعني مباراه الاسماعيلي وزد يعني بقيه المباريات يعني عاوز تاخد الحكم النهائي يا كابتن وتريح نفسك. هات لي 50 60 الف الملعب ونزل حكام وشوف هيعملوا. ده كلام محترم. اخيرا بكره الاهلي هيستهل مبارياته في كاس العالم للانديه لكره السله بلقاء احد الانديه الامريكيه وبالتالي الاهلي الفريق الوحيد اللي في العالم اعتقد هيشارك في ثلاث بطولات في كاس العالم للانديه سواء ثلاثه كاس عالم للانديه يعني سواء سله او هاندبول او كره قدم. طبعا بنتمنى لهم التوفيق في بدايه هذه البطوله واعتقد انه برضو لعيبه النادي الاهلي ايا كانت اللعبه هم بيمتازوا بنفس الروح زي ما حضرتك قلت ثلاث بطولات كاس عالم في ثلاث العاب مختلفه هتلاقي نفس الروح موجوده ونفس الاداء انه بيطلعوا اقصى ما عندهم لان دي بتبقى اولا تاريخ بالنسبه للعيبه وتاريخ بالنسبه للنادي فهم عايزين اكيد يحققوا نتيجه كويسه ان شاء الله. على الجانب الاخر مره تانية انا بس حبيت اقول لحضراتكم ان احنا يعني الساعه دلوقتي هناك الفجر فاحنا عشان كده مش عارفين نجيب تليفونات من هنتابعهم يعني ان شاء الله. لا الصبح طبعاً. يعني هم بيجوا في البرنامج الصباحي انا شفت الدكتور محمد شوقي النهارده كان عمل مداخله وبيطمن الناس على البعثه والماتشات والكلام ده كله نعرف يعني الصبح بقى الصبح بقى الصبح لا طبعا نعرف يعني وجهه نظر بطوله مهمه واحنا شفنا يمكن في مونديال اللي اتلعب في الفلبين واليابان لمنتخب مصر يعني كان قريب ان هو ياخد بطاقه اولمبياد 2024 لكن في مباراه نيوزيلندا خسرنا بفرق باسكت في مباراه غريبه يعني رغم ان احنا لعبنا مباراه مميزه جدا لكن فرق شاسع بين تطوير اللعبه حتى الباسكت نفسه في مصر محتاج في شغل في نقله اكون يعني انا عندي ثقه كبيره جدا في الاسباني وجست بوش مدرب مكسب مهم يعني من المدربين اللي هيتكتب في تاريخ النادي الاهلي. المدرب ده جه عمل نقله كبيره جدا اختياره للعناصر اللعيبه اهتمامه بقطاعات الناشئين في النادي تطوير على مستوى القاعده في شغل كبير جدا عامله مع الاهلي يمتلك فريق مميز قادر يعمل العلامه الكامله الموسم الماضي. عندك بطوله شايفها في افتتاحيه الموسم الجديد مهم جدا تتواجد تاخد الخبرات تكتسب تشوف نفسك فين وصلت انت حاطط رجلك فين في اي مكان لا شك
بطولة كأس العالم للأندية، كمان عندك سوبر جلوب هتبقى في السعودية لكرة اليد، تحدي برضو جديد مع كمان في السعودية أيضا مونديال الأندية طبعا في ديسمبر بشكله بالنسخة الأخيرة للشكل القديم. فأعتقد كل هذه أحداث تؤكد على أنه مسيرة كانت ناجحة. المهم جدا تبقى موجود في الحدث الرياضي، اسمك يذكر، تحقق النتيجة، تبحث عن إثبات جدارتك، ده كل الحاجات دي شيء مهم جدا. الناس الجمهور الاهلي مهتم جدا يشوف فريق الباسكت بتاعه هيبقى عامل ازاي وشكله ازاي. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب ويحققوا النتائج المأمولة باذن الله. انا بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا، شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم في بدايه الاسبوع القادم وتكون حلقه دائما جديده مع البيت الكبير.